لسه شايفين الوورد قدامكم صح؟ باشمهندسين ايوه تمام. ايوه يا دكتور. تمام طيب النهارده ان شاء الله هنبتدي او هنكمل بقيه شابتر 1، فهنبتدي في جزء الورك. خلاص يبقى احنا دلوقتي ان شاء الله هنبتدي كده ناخد مع بعض الجزء بتاع مين؟ الجزء بتاع الورك. طيب باشمهندسين، طبعا كلكم عارفين ان الورك ايكوال ايه؟ فورس في مين؟ في ديستنس صح؟ الورك ايكوال فورس في ديستنس، يعني الورك ايكوال اف في الديستنس اللي هي الدلتا اتش. خلاص يبقى الورك ايكوال فورس في ديستنس، احنا عايزين نحسب الورك اللي بيعمله الجاز، فاحنا كلنا عارفين ان الورك ايكوال فورس في ديستنس يعني اف في دلتا اتش. طيب اول حاجه دلوقتي عايزين نعملها ايه؟ عايزين نعمل بروف، عايزين نثبت ان الورك ايكوال بي في دلتا في. خلاص عايزين نحسب او عايزين نثبت ان الورك ايكوال ايه؟ ايكوال بي في دلتا في. طيب هنثبت الكلام ده ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. احنا دلوقتي عايزين نثبت ايه؟ عايزين نثبت ان الورك ايكوال بي في مين؟ الورك ايكوال بي في دلتا في. طيب دلوقتي يا باشمهندسين لو جيت رسمت لك سلندر بالمنظر ده اهي، لو جيت عملنا ايه؟ لو جينا عملنا ايه؟ لو جيت رسمت لك سلندر بالمنظر ده اهو، ادي السلندر اللي موجود عندنا. تمام السلندر دي كان ارتفاع الجاز فيها H1، دي الكروس سيكشن اريا بتاعتها كانت ايه؟ اهي كروس سيكشن اريا بتاعتها ايه، و ارتفاع الجاز فيها كان H1. ارتفاع الجاز اهو كان كام؟ كان H1. طيب جيت عملت ايه؟ جيت عملت اكسبانشن للجاز ده في نفس السلندر، يعني الجاز حصل له عملية ايه؟ حصل له عملية تمدد وبقى بالمنظر ده اهو. فهنا برضو نفس الكلام، الكروس سيكشن اريا بتاعت السلندر ايه؟ لانها نفس السلندر فالجاز حصل فيه تمدد. خلاص فايه اللي حصل؟ لما الجاز حصل له تمدد فالجاز ارتفع، فهنا هيبقى ارتفاع الجاز ايه؟ H2. طيب باشمهندسين حد يقدر يقول لي كده؟ حد يقدر يقول لي ازاي بنجيب الكروس او ازاي بنجيب الفوليوم بتاع السلندر؟ ازاي نقدر نجيب الفوليوم بتاع السلندر؟ area بتاعت الكروس سكشن الاريا باي بالظبط. يبقى هنا بالظبط، يبقى انا لو جيت قلت V1 هنا ايكوال ايه؟ الكروس سيكشن اريا في الهاي. تمام يبقى حجم الجاز هنا او حجم السلندر اللي هو، لان السلندر الجاز بياخد حجم الكونتينر، هو كروس سيكشن اريا في الهاي. طيب وهنا الفي 2 ايكوال ايه؟ ايكوال ايه في مين؟ في الاتش 2. طيب فلو جيت قلت باشمهندسين، لو جيت قلت لك الدلتا في، حد يقدر يقول لي الدلتا في هنا هتساوي ايه؟ نرد الاريا في الدلتا اتش بالظبط اللي هي في 2 في 2 ماينس في 1 اللي هي A في اتش 2 ماينس A في اتش 1، دي اللي هي الدلتا في. طيب يبقى الدلتا في ايكوال، لو خدت ال A كومن فاكتور هيفضل عندي اتش 2 ماينس اتش 1. تمام يبقى لو خدت ال A كومن فاكتور هيفضل عندي مين؟ هيفضل عندي اتش 2 ماينس اتش 1. خلاص يبقى الدلتا في ايكوال ايه؟ ايكوال ايه في مين؟ في الدلتا اتش. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا كان عندي سلندر الكروس سيكشن اريا بتاعتها ايه وارتفاع الجاز اتش 1، يبقى في 1 ايكوال ايه في اتش 1. جيت عملت اكسبانشن للجاز ده ففي في نفس السلندر، فبقى ارتفاع الجاز اتش 2 يبقى دلتا في في 2 ماينس في 1 اللي هي ايه اتش 2 ماينس ايه اتش 1. خدت الاي كومن فاكتور. طيب اعمل ايه بعد كده؟ لو جيت ضربت الطرفين دول في بي،
لو جيت ضربت الطرفين دول في بي، يبقى ايه اللي هيحصل يا باشمهندسين؟ يبقى انت عندك بي في دلتا في ايكوال بي في ايه في مين؟ في دلتا اتش. طيب كلكم طبعا عارفين ان البريشر ايكوال ايه؟ ايه قانون البريشر؟ نرد فورس على اريا. بالظبط البريشر ايكوال فورس على اريا، ده قانون قديم. البريشر ايكوال مين؟ فورس على اريا. فانا هعمل ايه؟ هخلي دي زي ما هي، ادي بي في دلتا في ايكوال البريشر اللي هو الفورس على الاريا في الاي في الدلتا اتش. فايه اللي هيحصل؟ ايه هيروح مع ايه؟ فهيفضل عندي ان البي في الدلتا في ايكوال اف في مين؟ في الدلتا اتش. طب الاف في الدلتا اتش ده اللي هو مين يا باشمهندسين؟ قلنا الورك. الورك. يبقى احنا فعلا كده ثبتنا ان الورك ايكوال مين؟ ايكوال بي في الدلتا في. يبقى الاثبات ده تمام مهم جدا. يبقى انا دلوقتي عايز اثبت، احنا طبعا القانون اللي احنا عارفينه القديم ان الورك ايكوال فورس اوف ديستانس، اهو الورك ايكوال فورس اوف ديستانس. بس اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي ايه؟ عايزين نثبت ان الورك ايكوال بي في دلتا في. عايزين نثبت ان الورك ايكوال بي في دلتا في. عايزين نثبت ان الورك ايكوال بي في دلتا في. فانا هعملها ازاي؟ يبقى احنا قلنا ان الدلتا في ايكوال في2 ماينس في1، يعني ايه في اتش2 ماينس ايه في اتش1. تمام، خدت ال h common factor يبقى delta v equal a في h2 minus a minus h1، ضربت ال a في الدلتا h، ضربت بعد كده القوسين في الطرفين في ال b، يبقى b في delta v equal b في a في delta h. خلاص يبقى البريشر شلت وحطيت فورس على اريا، الاريا راحت مع الاريا، فضل f في delta h اللي هي مين؟ اللي هي الورك. حد عنده اي مشكله؟ وانا ليه ضربتهم في ال b؟ لا لان انا في الاخر عايز اثبت ان الورك ايكوال بي في دلتا في، صح؟ فانا بشوف ازاي اقدر ادخل البي. هو انا لو ضربت بي هنا وبي هنا انت كده عملت حاجه؟ لا ما عملتش حاجه، صح؟ بس فشلت البي، انا عايز اوصل لاثبات معين. خلاص فشلت البريشر وحطيت فورس على اريا، الاي راحت مع الاي، فضل اف في دلتا اتش. الاف في دلتا اتش دي اللي هي مين؟ نرد اللي هي الورك. اللي هي الورك. خلاص طيب باشمهندسين، يبقى احنا دلوقتي قلنا ان القانون بتاع الورك، الورك ايكوال ايه؟ الورك ايكوال ايه يا باشمهندسين؟ بي دلتا في. دلتا في. طيب خلي البي دي بي فاينل دلوقتي وهقول لك ليه كمان شويه. خلي البي دي بي فاينل دلوقتي وهقول لك ليه كمان شويه نخليها بي فاينل. طيب دلوقتي يا باشمهندسين لو جيت قلت لك ايه، ركز بقى معايا، لو جيت قلت لك ايه، انا عندي ادي سلندر اهي، سلندر. طيب السلندر دي كان عندي سلندر، السلندر دي كان الضغط عليها 1000 كيلو باسكال. يبقى انا كان عندي غاز جوه السلندر دي الضغط فيه 1000 كيلو باسكال، الفوليوم كان 1 دي سي متر كيوب. طيب عملت ايه؟ عملت اكسبانشن للغاز ده، خليت الغاز يتمدد. يبقى هقلل الضغط ولا هزود الضغط؟ هنقلل الضغط. نقلل الضغط، فالضغط هنا بقى 100 كيلو باسكال، فالفوليوم بقى كام؟ وليكن الفوليوم بقى 10 دي سي متر كيوب. طيب تعالى كده نطبق قانون الورك، تعالى كده نطبق قانون الورك على الحته دي. باشمهندسين هنا احنا قلنا الورك ايكوال بي فاينل في الدلتا في. حد يقدر يقول لي البي فاينل هنا بكام؟ بي فاينل بكام؟ 100 كيلو باسكال. ب 100، كان 1000 بقى الضغط كام؟ 100، يبقى البي فاينل ب 100. طيب في الدلتا في اللي هي مين؟ 9 اللي هي في 2 ماينس في 1، صح؟ طيب فكده الفوليوم الورك هيطلع بكام يا باشمهندسين؟ الورك هيطلع بكام؟ ب 900 جول. 900 جول.
تمام؟ الورك هيطلع ب 900 جول. طب واحد هيقول لي ازاي جت الجول دي؟ مش انت عندك هو ايكوال 900 اهي، مش هو ايكوال 900 كيلو باسكال في الدي سي متر كيوب. طيب مش الكيلو باسكال ده هو عبارة عن 10 to power 3 باسكال، والدي سي متر كيوب ده هو عبارة عن 10 to power negative 3 متر كيوب، صح ولا لا؟ انا بقول لك ازاي الجول جه، يعني ايكوال كام؟ ايكوال 900. هنا ده هيروح مع ده هيفضل باسكال، باسكال ده اللي هو ايه؟ فاكرين باسكال ده اللي هو ايه؟ ايكوال كام؟ ايه اليونت التانية المساوية للباسكال؟ بالظبط، نيوتن بير متر سكوير في المتر كيوب، فالمتر سكوير هيروح مع الكيوب هيفضل نيوتن في المتر، يعني في الاخر هتطلع بكام؟ هتطلع ب 900 جول. تمام؟ يبقى الورك ايكوال بي فاينل في دلتا في، يعني 100 في 10 ناقص 1 يبقى بتساوي 900 كيلو باسكال في الدي سي متر كيوب، اهو يعني بتساوي 900 جول. طيب عايز حد يقول لي لو انا عملت كده ايه اللي هيحصل؟ لو انا عملت كده اهو، الضغط هنا كان 1000 كيلو باسكال والفوليوم كان 1 دي سي متر كيوب، تمام؟ جيت هنا نقلت للضغط 100 كيلو باسكال والفوليوم 10 دي سي متر كيوب، ايه الفرق ما بين اللي فوق واللي تحت يا باشمهندسين؟ ايه الفرق؟ ردوا. مفيش فرق، صح؟ في فرق، ما ده كان 1000 1 دي سي متر كيوب، اتنقلت ل 100 كيلو باسكال 10 دي سي متر كيوب، في فرق؟ طيب مفيش فرق. مفيش فرق. طب افرض انا عملت حاجه تانية، عملت ايه؟ ركز معايا، انا بدل ما انقله من 1000% مره واحده رحت نقله من 1000 ل 500، تمام؟ نقلته من 1000 ل 500، 500 كيلو باسكال، تمام؟ وليكن الفوليوم كان هنقول مثلا 2 دي سي متر كيوب، نقلته من 1000 من 1000 ل 500 وبعد كده من 500 ل 100. يبقى انا هنا عملت الورك على كام خطوه؟ 2 خطوتين. يبقى انا دي عندي ورك 1 ودي عندي ورك 2. طيب تعال نكمل هنا في الحالة الثانية، الورك ايكوال بي فاينل في دلتا في. طيب بالنسبة للورك 1 البي فاينل فيه بكام؟ نرد البي فاينل ب 500. تمام، ادي ورك 1 اهو البي فاينل فيه ب 500. طيب دلتا في بكام؟ بواحد. بالظبط، 2 ماينس 1 يبقى دي هتساوي 500 جول. طيب بالنسبه لورك 2، بالنسبه لورك 2 البي فاينل فيه بكام؟ ب 100. ب 100 تمام، والدلتا في بكام؟ 8. بالظبط، 10 ماينس 2 ايكوال 800 جول. طب حد يقدر يقول لي يبقى الورك توتال ايكوال كام؟ 1300. بالظبط، ايكوال 1300 جول. طيب ايه ده؟ ده انا هنا نقلته من 1000% اهو، نقلته من 1000% الورك طلع بالكام؟ ب 900. هنا نقلته من 1000 ل 100 برضه الورك طلع بكام؟ 1300. حد يقدر يقول لي تستفاد ايه من ده؟ ايه الكونكلوجن بتاعك؟ كل ما كتر الستبس بتاعت الورك كل ما الورك يزيد. صح، يبقى as the number of steps increase ايه اللي هيحصل؟ الفاليو اوف ورك
انكريز، يبقى كل ما عدد الخطوات بتزيد كل ما قيمة الورك بتزيد. يعني انا هنا في الاكزامبل بتاعي نقلته من 1000 ل100 كان الورك طلع ب 900 جول، جيت هنا نقلته من 1000 ل100 برضو الورك طلع ب 1300 جول، بس هنا انا نقلته على مره واحده، انما هنا لا، انا نقلته من 1000 ل500 وبعد كده من 500 ل100. يبقى احنا كده نقدر نستفيد ان as the number of steps increase the value of the work increase. طيب الاكزامبل اللي احنا بنحب نقوله في الكلام ده دايما باشمهندسين، انت دلوقتي لما بتيجي تزق عربيه، مين اصعب مرحله في زق العربيه؟ مين اكتر جزء او مين اكتر مرحله بتعمل فيها ورك؟ البدايه. البدايه بالظبط، البدايه. ليه؟ لان ادي العربيه موجوده، انت بتحركها من حاله السكون، خلاص، فانت دي اكتر مرحله بتعمل فيها ورك. وبعد كده مجرد ما العربيه بتمشي لوحدها لحد ما توصلها للمكان ده. طب تخيل بقى ان انت عملت ايه، ادي العربيه كانت واقفه، جيت عملت ايه، حركتها شويه وقفت، حركتها تاني ووقفت، حركتها تاني ووقفت، هتحتاج كميه ورك فين اكتر، في الحاله الاولى ولا الحاله الثانيه؟ الثانيه. في الحاله الثانيه. يبقى احنا كده as the number of steps increase the value of the work ايه، the value of the work increase. طيب اللي بعده باشمهندسين، حد عنده مشكله في الكلام اللي قلناه؟ دكتور، هو انا بس ممكن اقول حاجه بعيده عن الكلام ولا قول؟ المفروض ان انا سينيور مسجل الماده، لسه كنت واخد اللينك من حد هنا في الجروب الكوردينيتور. طب خليه بعد المحاضره الكلام ده. خلاص دكتور، معلش، واحنا البروفز اللي احنا بناخدها من الاول دي ممكن تطلب ان انا اعملها في الامتحان؟ لازم تبقى فاهمها، لان احنا ممكن نسال عليها في الام سي كيو. تمام، خلاص. طيب فين احمد سامح؟ طب دكتور نطلع فوق شويه بس نقل. فين احمد سامح؟ ايوه انا احمد. انا ممكن اسال سؤال معلش؟ طب اتفضلي. هو الورك تي اتحسب ازاي؟ الورك ايه؟ الورك تي احنا جمعنا ورك 1 بلس ورك 2، بس كده ملهاش علاقه بالفاينل بريشر ولا اي حاجه. يعني ايه؟ يعني الورك تي دي ورك توتال عادي، يعني ورك توتال مجموع الورك اللي انا عملته عشان انتقل من 1000 ل100. الورك اللي فوق ده برضو يعتبر ورك توتال، هو الورك اللي عملته عشان انقل من 1000 ل100، بس فوق ورك توتال ده هو خطوه واحده، فما عملتش توتال، ما عملتش سمشن. يعني انا ممكن اعمل من 1000 ل100 دي اعمل ال البي فاينل اللي هي المية، وبعد كده عادي احسبها عادي، اعمل 10 ماينس 1 ولا مش تيجي؟ في انهي واحده؟ لا في اللي تحت. في الحاله الاولى ولا الحاله الثانيه؟ الثانيه. طيب في الحاله الثانيه مالها؟ لا لو عملت هنا ما ينفعش، لا هنا ما ينفعش اعملها من 1000 ل100 على طول، لان كده الكونسبت غلط. انا لازم احسبها على خطوه وخطوه. انا نقلت زي ما بقول لك، ان انا دلوقتي لما باجي ازق عربيه، هل لما اجي ازق عربيه مره واحده زي لما اجي ازق العربيه واقف واجي ازق العربيه واقف؟ لا. الورك هيبقى فين اكتر؟ في الاخر. في الاخر، في الحاله الثانيه، صح؟ م. يبقى انت لو حسبتيه على مره واحده يبقى انت كده ماشيه باللوجيك ولا لا؟ لا، هتطلع اكيد الفاليو غلط. طيب مش تمام. تمام. طيب فين احمد سامح؟ ايوه يا دكتور. قول لي يا احمد، احنا دلوقتي كنا بنقول ايه؟ كنا تقدر تثبت لي ان الورك ايكوال بي في دلتا في؟ ان الدلتا في هتبقى كانها في 2 ماينس في 1. تمام. والفوليوم اللي هو الاريا اوف كروس سكشن في الهايت، فهتبقى اي اتش 2 ماينس اي اتش 1. تمام. فهناخد الـ A common factor. تمام. وبعد كده فالـ H2 minus H1 هتبقى دلتا H، بعد كده هنضرب في pressure، هنعمل time pressure. تمام. فهتبقى إن الـ P في الدلتا V هي equal to work برضو. تمام. يعني احنا هنعمل pressure equal force على area، فالـ force على area مش فاكر بالظبط، بس هي force على area يعني هتبقى زي الفل. خلاص تمام ماشي.
فين جورج ماجد؟ لا يا دكتور. جورج احنا قلنا الورك دلوقتي قانونه ايه؟ ايه قانون الورك يا جورج؟ دلتا الديستنس في الفورس، وفي الاخر غير وصلنا القانون بيها ده. ايه؟ وفي غير الاخر القانون وصلنا ده. فيها اللي هي دلتا في في البي، بي في دلتا في. طيب جورج دلوقتي احنا نقلنا الورك من 1100 من 1000% مره واحده، فاكر الفاليو طلعت بايه؟ لا مش فاكر. الفاليو كانت طلعت ب 900 ماشي صح؟ طيب المره اللي بعدها نقلته من 1000% صح؟ من 1500، وبعد كده من 500 ل 100، فاكر الورك طلع بكام؟ حضرتك لسه قاعد في بتقول يعني انت دلوقتي جيت هنا نقلت الورك في اول مرة من 1100، كانت الورك طلع بكام؟ الورك كان طلع بكام؟ 900 500 بالظبط، 900 جول. اول مرة 900، بعد كده نقلته من 1000% بس على مرتين، الورك طلع بكام؟ الورك طلع بكام؟ 500 على 1300. 500 يعني ايه 500 على 1300؟ 500 ده فور كون اول مرة 500، بعد كده 100 فكلهم 1300. طب تقدر تستفاد ايه كده يا جورج؟ تقدر تستفاد ايه يا جورج؟ اللي انا نقله على كذا مرة عشان هيبقى اسهل. يعني تنقل ايه على كذا مرة؟ كل لما بزود الستبس كل لما الورك بيزيد. كل ما الفاليو اوف كل ما النمبر اوف ستبس انكريز ذا فاليو اوف ذا ورك انكريز. تمام. طيب باشمهندسين الورك انا عندي منه نوعين، الورك عندي منه كام نوع؟ نوعين. عندي في ريفيرسيبل ورك، اهو ورك ريفيرسيبل تمام، وفي الريفيرسيبل ورك، في ريفيرسيبل ورك وفي الريفيرسيبل ورك. ادي ورك الريفيرسيبل. طيب ايه الفرق ما بين الورك ريفيرسيبل والورك الريفيرسيبل؟ تعال نشوف. يبقى احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه الفرق ما بين الورك ريفيرسيبل والورك الريفيرسيبل. طيب باشمهندسين بالنسبه للورك ريفيرسيبل بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان البريشر، increase or اهو ان البريشر، increase or decrease تمام gradually، ان البريشر بيزيد او بيقل تدريجي. انما في الريفرسبل بيقول لك ايه؟ ان البريشر increase or decrease suddenly فجأة. يبقى هنا البريشر بيزيد او يقل تدريجي في الـ في الورك ريفرسبل، انما هنا البريشر بيزيد او بيقل جرادولي تدريجي. تمام. يبقى في الورك ريفرسبل البريشر بيزيد او يقل جرادولي، انما في الورك الريفرسبل البريشر بيزيد او يقل suddenly. طيب يعني عايز حد كده يقول لي من الرسمتين اللي انا رسمتهم فوق دول مين الورك ريفرسبل ومين الورك الريفرسبل؟ واحد ده هيبقى ورك ايه؟ اول واحده الريفرسبل، ورك الريفرسبل تمام، لانه الضغط اتغير فجاه. انما اللي تحت هتبقى ورك مين؟ ريفرسبل. ليه؟ عشان اتغيرت على مراحل. زي الفل. تمام. يبقى هنا البريشر بيزيد او يقل تدريجي في الورك ريفرسبل، انما هنا البريشر بيزيد او يقل suddenly. طيب بس انا عايزك تكتب تحت جرادوالي دي infinite steps، وهقول لك دلوقتي يعني ايه كلمه infinite steps دي. يعني infinite steps دي كده حط لي تحتها كذا خط،
طيب يبقى هنا البريشر بيزيد او يقل تدريجي، انما هنا البريشر بيزيد او يقل صدلي. طيب طالما هنا باشوانسين بيزيد ويقل تدريجي، يبقى الورك هيتم على خطوه واحده ولا كذا خطوه؟ ردوا كذا كذا خطوه بالظبط. طالما الضغط بيتغير بالتدريج، يعني ايه بالتدريج؟ يتنقل من 1000 ل 900، من 900 ل 800، من 800 ل 700، من 700 ل... تمام وهكذا. خلاص يبقى هنا ده بيتغير جرادولي، يعني الورك اوكير اون مور زين وان ستيب. يبقى الورك بيتم اون مور زين وان ستيب. قلت لك اكتب لي ما بين قوسين انفاينايت ستيبس. خلاص يبقى الورك اوكير اون مور زين وان ستيب، وتكتب لي ما بين قوسين كده infinite steps. طيب انما هنا يبقى الورك ده بيتغير فجأة، يبقى الورك بيتم على كم خطوة يا باشمهندسين؟ واحدة واحدة. تمام يبقى الورك occur only on one step. يبقى هنا الورك occur only on ايه؟ on one step. هنا الورك بيتم على خطوة واحدة. طيب حد يقدر يقول لي في مين في دول؟ استنوا بقى اسأل. فين دنيا سامح؟ دنيا سامح دنيا قولي لي مين في دول ماكسيمم ورك ومين المينيمم ورك؟ في الـ في الريفرسبل بالريفرسبل يعني؟ مين ماكسيمم مين المينيمم؟ اعتقد الريفرسبل ماكسيمم. انهي واحد؟ الاولاني ده؟ ليه؟ عشان هو بيطلع ورك اعلى، عشان النمبر ستيبس بتزيد فالورك بيزيد. زي الفل تمام يا دنيا. يبقى زي ما دنيا قالت، قالت ان الورك ريفرسبل هو الماكسيمم ورك. سالنا دنيا قلنا لها ليه الماكسيمم ورك؟ قالت لي لان هنا الضغط بيتغير جرادولي. طالما الضغط بيتغير جرادولي يبقى بيتم على كذا خطوه، واحنا اتفقنا ان كل ما عدد الخطوات بتزيد كل ما قيمه الورك هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يبقى ده كده الماكسيمم ورك، انما ده كده المينيمم ورك. طيب ايه قانون الورك ريفرسبل؟ ايه قانون الورك ريفرسبل؟ ركز معايا. الورك ريفرسبل ايكوال 2.3 ان ار تي لوج في 2 على في 1، وهنعرف القانون ده جه منين دلوقتي. طيب بالنسبه لقانون الورك الريفرسبل، بالنسبه لقانون الورك الريفرسبل قانونه ايه؟ قانونه ان ار تي في 1 ماينس البي فاينل على البي انيشال، وهنثبت القوانين دي دلوقتي. خلاص يبقى احنا باشمهندسين دلوقتي اللي احنا وصلنا بيه ايه؟ ان الورك ايكوال بي في دلتا في، قلنا سميها بي فاينل. طلعنا من البي فاينل دي، قلنا لما نقلنا الورك من 1000% الورك طلع ب 900، جينا عملناها تاني مره تانيه من 1000% برضو الورك طلع ب 1300. كان ايه الفرق ما بين الاولى والثانيه؟ في الاولى نقلته من 1000% على طول، في الثانيه نقلته من 1000 ل 500 وبعد كده من 500 ل 100. فطلعنا كونكلوجن من هنا ان as the number of steps increase the value of the work increase. خلاص the value of the work increase او the number of steps increase the value of the work increase. طيب بعد كده قلنا الورك انا عندي منه نوعين، في ورك ريفرسبل وورك ايرريفرسبل. قلنا الورك ريفرسبل ده بيتم على خطوه واحده، انما الورك ايرريفرسبل بيتم الورك ريفرسبل بيتم على عدد من الخطوات لان الضغط بيتغير جرادولي، انما الورك ايرريفرسبل بيتم على خطوه واحده بس. فقلنا مين الماكسيمم ومين المينيمم؟ قلنا الورك ريفرسبل هو الماكسيمم. ليه هو الماكسيمم؟ لانه بيتم على كذا خطوه. طيب باشمهندسين لو جيت رسمت لك كده، لو جيت رسمت لك حاجه بالمنظر ده، هو مش الورك ريفرسبل ده اللي هو كان بيرجع لنفس النقطه اللي هو بدا منها؟ لا انا هنا قصدي بالورك ريفرسبل. تمام، فايه المشكله؟ طيب ما هو هنا لما يبقى على كذا ستيب ممكن ما يرجعش لنفس النقطه اللي بدا منها، يعني ممكن يبقى بادئ مثلا من 100 ويوصل ل 500 وبعدين 1000. هقول لك دلوقتي انا قصدي بيها ايه، اصبر عليا ثانيه واحده. طيب باشمهندسين
حد يقدر يجي يقول لي هنا كده الورك ده ورك ايه؟ ورك ايه ده؟ لو على خطوة واحدة يبقى ريفرس. الريفرسبل وايه قانونه؟ ان ار تي واحد ناقص بي فاينل على بي انيشال. في مشكلة في الكلام ده؟ ده كده ورك الريفرسبل. طب حد يقدر يقول لي ده كده هيبقى ورك ايه؟ دكتور معلش ممكن اسال سؤال بس ثانيه واحده. طيب باشمهندسين حد يقدر يقول لي كده الورك ده هو ورك ايه؟ ده هيبقى ريفرس. ورك ايه؟ ليه ورك ريفرسبل؟ كذا ستيب من كذا خطوه. لا ده مش ورك ريفرسبل. ركز بقى معايا، امال ده ورك ايه؟ ده بسميه ورك توتال. ايه ده بقى؟ طيب سيب الحته دي دلوقتي. طب لو عملته لك كده اهو، نركز. لو انا عملته لك كده لو انا عملته لك كده بالمنظر ده، وجيت قلت لك ان دي انفاينايت ستيبس بالمنظر ده، ركز معايا باشمهندسين. الورك اللي في الاول ده هو ورك الريفرسبل. ليه؟ لانه تم على خطوه واحده. طب ايه الفرق ما بين الورك ده؟ الورك اللي تحت ده هو الورك ريفرسبل. ليه الفرق ما بين الورك توتال والورك ريفرسبل؟ الورك توتال بيتم على عدد محدد من الخطوات. يعني ايه؟ يعني لو جيت قلت لك مليون خطوه ما اقدرش اقول عليه ورك ريفرسبل. امال ده ورك ايه؟ ده ورك توتال. لو قلت لك مثلا 500 خطوه ده ورك ايه؟ ده ورك توتال. انما الورك ريفرسبل بيتم على عدد لا نهائي من الخطوات. يبقى ده الفرق ما بين الورك توتال والورك ريفرسبل. يبقى الورك الريفرسبل هو ان الورك الريفرسبل بيتم على خطوه واحده، انما الورك توتال والورك ريفرسبل بيتم على عدد من الخطوات. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الورك توتال بيتم على عدد محدد من الخطوات، انما الورك ريفرسبل بيتم على عدد لا نهائي من الخطوات. طيب ايه قانون الورك ريفرسبل؟ قانون الورك ريفرسبل هو 2.3 ان ار تي لوج في 2 على في 1. طيب حد يقدر يقول لي ايه قانون الورك توتال؟ ورك 1 بلس ورك 2 بلس ورك 3 بلس 4 بالظبط. طب هو ورك 1 ده، الورك 1 ده الحته دي، ده يعتبر ورك ايه؟ من هنا لهنا الريفرسبل. بالظبط ده يعتبر ورك الريفرسبل 1. ليه؟ لانه تم على خطوه واحده، صح؟ طب من هنا لهنا على طول ده كده اللي هي الحاله الثانيه، ده ورك الريفرسبل 2 لانه تم على خطوه واحده. طب من هنا لهنا ده يعتبر مين؟ ده يعتبر ورك الريفرسبل 3 لانه تم على خطوه واحده. يبقى الورك توتال، يبقى الورك توتال اهو، يبقى الورك توتال قانونها ايه؟ هو ورك الريفرسبل 1 بلس ورك الريفرسبل 2 بلس ورك الريفرسبل 3. يبقى عرفتوا ايه الفرق يا باشمهندسين ما بين الورك توتال والورك ريفرسبل والورك الريفرسبل؟ معلش يا دكتور انا عندي سؤال. طيب اتفضلي يا باشمهندسه. هو الورك ريفرسبل دلوقتي دي يعني انا شايفه ان هو حاجه مش واقعي، لانه في الاخر انا لو هقلل ضغط هيبقى انا هبقى عارفه عدد الخطوات اللي انا قللت الضغط من مثلا من 1000 لمية، انا هبقى عارف عدد الخطوات. ف يعني ايه انفاينايت؟ ما برضو دي حاجه حاسه مش واقعيه. هديكي اكزامبل. تخيلي دلوقتي مثلا ان انت عندك بيستون مكبس، ركزي معايا، ودي جت قبل كده مساله في امتحان. تخيلي ان انت عندك مكبس بالمنظر ده، خلاص، وحاطه هنا غاز،
وحط فوق البستون ده مية. خلاص حط فوق البستون ده ايه؟ مية. تمام. ودرجة حرارة المية دي مثلا عند 1 ديجري سيلسيوس. هو انت دلوقتي لو سبتي كوباية مية في سبتيها كده سبتيها شهر، هل المية دي هتنقص ولا مش هتنقص؟ جبت كوباية مية وسبتيها شهر بيحصل لها ايه؟ درجة حرارتها هتقل او هتزيد على حسب انا حطها فين. بس انت جابه، انت سيبك دلوقتي من درجه الحراره دي خالص. انت جبتي كوبايه ميه وحطيتيها في الاوضه عندك وسبتيها، هل الميه دي هتقل ولا لا هتقل؟ لا الميه هتقل، بس انت مش قادره تلاحظي الكلام ده بعينك. ليه؟ لان معدل الايفابوريشن قليل جدا 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 جدا، فده معناه ان الضغط بيتغير على الجزء ايه. ردي. بيتغير gradually. فهمتي؟ ده اكزامبل بسيط جدا يقدر يوريني الكلام ده. خلاص يعني حاجه بتتم على وقت طويل جدا جدا لدرجه ان انا مش قادر احسبها، لدرجه ان انت مش قادره تميزيها بعينك. تمام. انما لو جيت نقلته من 1000 كيلو باسكال ماشي ل 900 كيلو باسكال، في فرق ولا مفيش؟ في فرق. طب تخيلي بقى النقطة اللي انت مش قادرة تميزيها بعينك دي، تخيلي النقطة اللي مش قادرة تميزيها بعينك دي، هل كده هيبقى فيه تغير في الضغط ولا التغير يكاد يكون نجلكتد؟ نجلكتد بالظبط. فهو ده الورك ريفرسبل. تمام. وصلت؟ اي دكتور شكرا. تمام شكرا. طيب يبقى باشوانسين، كان في باشمهندس عايز يسأل. يا دكتور. اتفضل. هو احنا لما طلعنا الورك فوق ب 1300 ده كده معنى ايه؟ ولا صوت؟ مش سامع. طلعنا الورك فوق ب 1300 لما طلعنا الورك فوق ب 1300 في الاول خالص. اه ده مش ورك ريفرسبل. ده ورك توتال. ده ما اقدرش اقول عليه ورك ريفرسبل. يعني اللي انتوا قلتوه في الاول ده ما كانش صح. حد عنده مشكله يا باشمهندسين؟ طيب يا دكتور الريفرسبل كده بعد ما يعدي الانفاينايت نمبر اوف ستيبس، ده معناه انه يرجع لنفس النقطه اللي هو بدا منها؟ لا بص، الورك ريفرسبل دي مقصود بيها ايه؟ بص هديها لك اكزامبل. تخيل كده ان انت بتضغط على كبوت العربيه، بتضغط على كبوت العربيه، تخيل ان انت بتضغط واحده واحده سنه 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 سنه، لو شلت ايديك ايه اللي هيحصل؟ الصاج بتاع العربيه هيحصل له ايه؟ هيرجع تاني صح. دي معنى كلمه ورك ريفرسبل. تخيل بقى، تخيل هي كلمه ورك ريفرسبل جت من هنا. تخيل ان انت عربيتين خبطوا ببعض مره واحده، هل صاج العربيه ده هيرجع؟ لا. تخيل ان انت جبت طوبه وحذفتها على العربيه، هل صاج العربيه ده هيرجع؟ لا. دي معنى كلمه ورك ريفرسبل. يبقى جرادوالي هيرجع، انما سادنلي مش هيرجع تاني، فايه ريفرسبل. وصلت؟ طبعا انت لسه هتاخد الكلام ده بالتفصيل في الثيرمودينامكس ان شاء الله، فانا بس بقول لك اكزامبل بسيط. خد ثيرمودينامكس انا المفروض سن. تمام. حد عنده مشكله في الكلام ده يا باشمهندسين؟ باشمهندسين حد عنده مشكله في الكلام ده؟ باشمهندسين تمام يا دكتور. طيب تمام. ممكن نرجع بس نقلك حاجه بسرعه معلش. طب اسال كده عقبال ما تنقل، شوف الناس فين. آية الله، آية الله محمد. آية الله محمد يلا قوليها ايه. احنا خدنا قانون الورك جنرال كده، كان الورك ايكوال مين؟ بي في بي بي في مين؟ في الفوليوم بي في دلتا في.
طيب ايه دلوقتي خدنا قلنا الورك ايكوال بي في دلتا في، خد فاكره الاكزامبل اللي احنا خدناه قلنا الورك اتنقل من 1000% كان الورك طلع بكام؟ 900. طب لو نقلته من 1000% تاني بس نقلته من 1500 ومن 500% كان الورك طلع بكام؟ في الاكزامبل 1300. طب انت ايه الكونكلوجن اللي انت طلعتي بيه؟ ان معلش بس ثانيه، ان يعني الستابس لما بتزيد الورك بيزيد زي الفل. تمام. طيب شكرا. فين حسن مهاب؟ حسن مهاب. حسن قلنا ان الورك عندنا فيه منه كم نوع؟ نوعين. ايه وايه؟ ريفرسبل وريفرسبل. ايه الفرق ما بينهم؟ ريفرسبل البريشر انكريزز اور ديكريزز جرادولي. كده بالظبط. فكده الورك بيتم على كام خطوه؟ اكتر من خطوه او خطوات. طيب. كتيره جدا. تمام ان ما تقوليش اكتر من خطوه، قول لي انفاينايت ستبس. تمام. طيب بالنسبه للورك الريفرسبل بيتم على كام خطوه؟ خطوه واحده بس. يبقى مين في دول الماكسيمم ورك؟ الماكسيمم ورك الريفرسبل. ليه؟ عشان خطوات كتيره، وكل ما الخطوات تزيد الورك بيزيد. كل ما الخطوات بتزيد كل ما قيمة الورك بتزيد. تمام. كل ما الخطوات بتزيد كل ما قيمة الورك بيحصل لها ايه؟ بتزيد. زي الفل. طيب بعد كده قلنا ايه يا حسن؟ قلنا ايه الفرق ولا خلاص انت؟ فين جانا صابر؟ جانا صابر. ايوه جانا، ايه الفرق ما بين الورك توتال والورك ريفرسبل والورك ريفرسبل؟ ممكن اسال تاني عشان النت بس بيقطع. ايه الفرق ما بين الورك توتال والورك ريفرسبل والورك ريفرسبل؟ الريفرسبل بيمشي على كذا ستيب. ما فيش حاجه اسمها كذا ستيب، قلت في الورك ريفرسبل اسمها ايه؟ ستيبس كتير ما بتخلصش، انفاينايت ستيبس. تمام. و irreversible one step. تمام. والتوتال والتوتال بيكون steps معروفة. steps معروفة. طيب ايه قانون الورك الريفرسبل؟ nrt one minus pressure final over pressure initial. طيب ايه قانون الورك توتال؟ ازاي بتجيب الورك توتال؟ السم بتاع الستبس. الستبس دي تعتبر ورك ايه؟ الريفرس. تمام. يبقى الورك توتال هو مجموع الورك الريفرسبل. خلاص؟ حد عنده مشكلة؟ طيب تقدري ترتبهم لي يا جنى؟ مين أكبر واحد في التلاتة دول؟ مين؟ الريفرسبل أكبر من مين؟ من التوتال والريفرسبل. أكبر من الورك توتال، أكبر من الورك ريفرسبل. حتى بصوا علامة أكبر اللي أنا كاتبها ما بين الريفرسبل والتوتال كبيرة جدا، لأن دي انفاينايت ستيبس. ليه بقى يا جانا الكلام ده؟ ليه؟ عشان الستيبس بتزيد الورك بيزيد. بالظبط. As the number of steps increase the value of work increase. حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ حد عنده مشكله دكتور؟ معلش، هو رول الورك ريفرسبل بس عشان مش عارف اكتب. طيب تعالوا هكتبه دلوقتي وهثبته. ماشي يا باشمهندس؟ عايزين نعمل بروف، عايزين نثبت ان الورك ريفرسبل ايكوال 2.3 ان ار تي لوج في 2 على في 1. عايزين نثبت القانون ده. ركز كده معايا.
طيب لو جيت رسمت هنا علاقة ما بين البي والفي، جيت رسمت علاقة ما بين البي والفي، أنا ابتديت من هنا يعني ابتديت عند بي 1 وفي 1. باشمهندسين أنا عايزك تركز قوي في حركة إيدي، تركز قوي في حركة إيدي. أدي البستون أهو، خلاص أدي البستون أهو بالمنظر ده. باشمهندسين في الورك ريفرسبل الضغط بيتغير إيه؟ ردوا، الضغط بيتغير إيه؟ gradually بالظبط. اه gradually، فقللت الضغط الحجم هيحصل له ايه؟ هيزيد. قللت الضغط تاني الحجم هيحصل له ايه؟ هيزيد. قللت الضغط الحجم هيزيد اهو، فكل ما قلل الضغط قللته سنه الحجم زاد، قللته سنه الحجم زاد، قللته سنه الحجم زاد اهو، كل ما قلله الحجم بيزيد. تمام، يبقى انا كنت بادئ عند بي 1 في 1، كل ما قلل الضغط الحجم يزيد، كل ما قلل الضغط الحجم يزيد لحد ما وصلت لايه؟ لبي 2 دي وفي 2. طيب انا دلوقتي احنا قلنا ايه قانون الورك يا باشمهندسين؟ مش الورك ايكوال بي في دلتا في، صح؟ الورك ايكوال بي في دلتا في، يعني الورك من الاخر كده هيبقى عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاريا under the mean. under the curve. تمام، هل الكيرف ده ليه شكل محدد؟ لا. طيب فاكرين ازاي بتجيبوا الاريا under the curve؟ عن طريق مين؟ integration. عن طريق الانتجريشن. تمام، طيب حد يقدر يقول لي هي الحته اللي تحت دي عباره عن ايه؟ دلتا في. دلتا في، صح، الحته اللي تحت دي هي عباره عن دلتا في. طيب افرض انا عشان اعمل الانتجريشن فانا بعمل ايه؟ باخد حته صغيره جدا منها. بالظبط، باخد element حته صغيره جدا منها بالمنظر ده. اهو باخد حته صغيره جدا منها. طيب تصغير كلمه دلتا في الماس بنسميها ايه يا باشمهندسين؟ دي دي في. تمام، فالدلتا في خدت حته صغيره منها فهسميها دي في. بالظبط كده، يبقى احنا دلوقتي مش هنشرح كيمستري، احنا هنشرح ماس. يبقى انا دلوقتي يبقى قلت ان الورك ايكوال بي في دلتا في، فانا عايز اجيب الاريا اندر ذا كيرف، فخدت حته صغيره جدا من الدلتا في اللي هي مين؟ دي في. يبقى ادي بي في دي في. طيب مش انا خدت حته صغيره من الاريا اندر ذا كيرف، يبقى انا خدت حته صغيره من الورك، فهيبقى الورك هو دي دبليو. حد عنده مشكله؟ تمام، يبقى انا عايز اجيب الاريا اندر ذا كيرف، انا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب الحته دي كلها اهو، انا عايز اجيب الاريا اندر ذا كيرف، عايز اجيب الحته دي كلها. طيب فاتفقنا كده هنجيب الحته دي كلها ازاي؟ زي ما قلنا. خلاص، يبقى هنجيب الحته دي كلها ازاي؟ زي ما قلنا دلوقتي اهو. دكتور هو ايه الاريا اندر ذا كيرف اصلا؟ نعم، الاريا اندر ذا كيرف بتمثل ايه يعني؟ هي الورك. ايوه، مش الورك هو بي في دلتا في، صح؟ يعني الورك هو الاريا اندر ذا كيرف اللي هو البي في الدلتا في، صح؟ يبقى الورك ايكوال الاريا اندر ذا كيرف. طيب ركزوا بقى معايا، فانا خدت حته صغيره جدا من الاريا اندر ذا كيرف، يعني انا خدت الدي دبليو وما خدتش الورك كله، خدت حته صغيره من الورك. طيب ايه قانون الايديا الجاز يا باشمهندسين؟ البي في الفي ايكوال ايه؟ ان ار تي. ان ار تي، يبقى البريشر ايكوال ايه؟ ان ار تي على مين؟ على في، صح؟ يبقى الدي دبليو ايكوال، هشيل البي واكتب ان ار تي على في في الدي في. في مشكله؟ طيب
لو عايزين نعمل فصل متغيرات يبقى لو مش هيحصل حاجة لو انا خليت ال دي ال في هنا لانهم كده كده مضروبين في بعض. طيب انا عايز اجيب الاريا اندر ذا كيرف، عايز اجيب الاريا اندر ذا كيرف، يعني انا عايز اجيب الحتة دي اهو، عايز اجيب مين الاريا اندر ذا كيرف، عايز اجيب الحتة دي كلها. طيب عشان اجيب الحتة دي كلها يا باشمهندسين لازم افتح ال دي في من كام لكام، دي في دي دي تفتح من كام لكام عشان اجيب الاريا اندر ذا كيرف من دي اونلي بي 2 بالظبط. ان انا اكبرها او افتح الحته دي، دي معناها ان انا بعمل عمليه انتجريشن من كام، من في 1 لفي 2. طيب حد يقدر يقول لي عند في 1 هنا الحته دي الورك بكام في المنطقه دي كده؟ الورك بكام؟ زيرو. الورك بكام؟ في 2. الورك بزيرو. ليه الورك بزيرو؟ هو انت لسه عملت حاجه؟ ده انا في البدايه، انا العربيه لسه واقفه لسه ما عملتش حاجه، يبقى انا لسه في البدايه انا اتحركتش تمام، فانا لسه في البدايه يبقى الورك بزيرو لحد ما وصلت لفاليو معينه من الورك. خلاص لحد ما وصلت لفاليو معينه من الورك. الانتجريشن بتاع الدي دبليو بايه يا باشمهندسين؟ دبليو دبليو، لان الانتجريشن بيضيع الدي، دي دبليو من زيرو لدبليو اللي هو التكامل محدود، انتجريشن محدود ايكوال ان ار تي. طبعا انتوا خدتوا في الماس الانتجريشن بتاع الدي في على في بكام؟ انتجريشن بتاع الدي في على في بتاع الان في بالظبط. يعني في كم قانون كده اهو، انتجريشن بتاع الدي اكس على اكس تمام، يعني لو دي اكس على اكس دي بتبقى حاجه محفوظه تمام اهي بالظبط، دي اكس على اكس الانتجريشن بتاعها ايكوال لين الاكس، يبقى الدي في على في الانتجريشن بتاعها هيبقى لين الفي من في 1 لفي 2. طيب اعوض مره عن الدبليو بدبليو ومره اعوض عن الدبليو بزيرو، يبقى دبليو ماينس زيرو ايكوال ان ار تي، اعوض مره عن الفي في 2 يبقى لين في 2 ماينس لين V1 تمام، يبقى لام V2 ماينس لين V1. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب انت خدت في الماس ما فهمتش ايه؟ ممكن تبقى لين V2 over لين over V1؟ لين V2 over V1. طيب ما فهمتش ايه يا باشمهندس؟ التحويل من B equal NRT over V للانتجريشن ده ما خدتش انتجريشن قبل كده؟ لا خدت انتجريشن. ايه اللي انت مش فاهمه بقى؟ في انهي حته بالظبط؟ هو التحويل ده، يعني احنا ضربنا في اي فبقت دلتا وورك بتساوي كذا، ولا دي مش تحويله ده بناء على الرسم؟ مش مهندس، مش دي دلتا في تمام صح. فانا لما اخد حته صغيره منها فسميتها دي في تمام تمام. طيب مش انت خدت حته صغيره من الاريا اندر ذا كيرف تمام، فيبقى انت خدت الورك كله ولا حته صغيره من الورك؟ هو دي الكيرف ده بتاع الورك، يعني الكيرف ده يعني ايه؟ ليه الكيرف ده بتاع الورك؟ يعني فين هنا العلاقه بين ان ار تي وال والبي؟ يعني انا شايف بس بي وبي. باشمهندس مش انت عندك الورك ايكوال بي في دلتا في؟ اه تمام. يعني الورك هو الاريا اندر ذا كيرف ولا لا؟ لانه هو البي في الدلتا في ولا لا؟ اه تمام خلاص، ادي الورك ايكوال بي في دلتا في، يعني انا عايز اجيب المساحه تحت المنحنى الاريا اندر ذا كيرف تمام. فهجيب الاريا اندر ذا كيرف ازاي؟ انا عايز هاخد حته صغيره منها عن طريق الانتجريشن. طيب فدي كلها دلتا في، فانت خدت حته صغيره من الدلتا في اللي هي الدي في، انت خدت الحته دي بس اللي هي متعلمه بالاحمر دي. طيب انت خدت الاريا اندر ذا كيرف كلها ولا حته صغيره منها؟ حته صغيره منها. هو الاريا اندر ذا كيرف دي اللي هي مين؟ الورك. يبقى انت خدت حته صغيره من الورك ولا لا؟ اه تمام. اه حته صغيره دي بسميها دي. فهمت. اه وصلت؟ وصلت. اه فانا شلت البي وحطيت ان ار تي على في واشتغلت عملت انتجريشن. الدلتا في دي انا الدي في دي انا عايز اجيب الاريا اندر ذا كيرف كلها، فلازم افتح الدي في دي من كام لكام؟ من في 1 لفي 2. هي دي كلمه انتجريشن، ان انا بكبر الدي في من في 1 لفي 2 تمام.
تمام. طيب باشمهندسين، خدنا برضو ان دي اكس على اكس ايكوال لان الاكس. طب حد يقدر يقول لي فاكرين دي برضو قانون في الماس اللي هو لان لان في 2 بلس لان في 1، فبيقول لك خد اللين كومن فاكتور طالما بلس يبقى في 1 في 2. طيب لو لين في 2 ماينس لين في 1، دي قاعده في الماس بتقول لك خد اللين كومن فاكتور وحط في 2 على في 1. خلاص دي كده قواعد في الماس، يعني احنا بنشرح ماس. طيب يبقى انت دلوقتي عندك الورك ماينس 0 بالورك ايكوال ان ار تي، هاخد اللين كومن فاكتور هيفضل عندي في 2 اوفر الفي 1. عندك قاعده في الماس ثانيه برضو بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان اللين عشان احوله اللوج اعمل ايه؟ هو ايكوال 2.3 لوج. تمام؟ اللين ايكوال ايه؟ ايكوال 2.3 لوج. خلاص؟ يبقى اللين ايكوال 2.3 لوج، يبقى انا اقدر اشيل ده واحط 2.3 اهو 2.3 ان ار تي لوج 2.3 ان ار تي لوج في 2 اوفر الفي 1، ده اللي هو الورك. خلاص يبقى احنا كده عرفنا المساله بتاعتنا بتقول ايه. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ليه ما استخدمناش ايه؟ لين وخلاص. مش مشكله، عايز تسيبها لين سيبها لين، ما فيهاش اي مشكله. تمام. يبقى باشمهندسين حد عنده اي مشكله كده في الاثبات ده؟ دكتور. هو احنا ان يجيلنا في الامتحان؟ لا لازم تبقي فاهمين علشان ممكن اسال عليه في اي حاجه. يعني انا ممكن بسال في الكيرف، يعني انا مثلا لو جيت قلت لك رسمت لك كيرف زي ده وقلت لك ان الـ ان ان الجاز ده مشي من A لB، فده تعرفي ان ده ورك ريفرسيبل. الشكل ده كده شكل ورك ريفرسيبل. خلاص تمام. باشمهندسين سامعني؟ ايوه يا دكتور. تمام دكتور. هو معلش عايز اسال على حاجه بس. اتفضل. هو ليه اللين بتبقى 2.3 لوج؟ لا دي قاعده في الماس، اللين ايكوال 2.3 لوج. تمام. خلاص حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ تمام. يبقى باشمهندسين يبقى الورك ريفرسيبل ايكوال ايه؟ 2.3 ان ار تي لوج في 2 على في 1، فالورك ايكوال بي في دلتا في. خلاص فدي عملناها ازاي؟ الورك ايكوال بي في دلتا في عملناها ازاي؟ عشان اجيب الاريا اندر ذا كيرف فالورك ايكوال بي في دلتا في. قلت لك عشان اجيب الاريا اندر ذا كيرف فانا هاخد حته صغيره من الدلتا في فسميتها دي في. تمام. هاخد حته صغيره من الدلتا في فسميتها دي في،
يبقى انا كده خدت حته صغيره من الورك فسميتها دي دبليو. يبقى انت عندك القانون بيقول لك ان البي في الفي ايكوال ان ار تي، شلت البريشر وكتبت ان ار تي على في وكملت الانتجريشن بتاعي عادي. طيب نشوف الانتجريشن اللي بعده. عايزين نعمل بروف، عايزين نثبت ان الورك الريفرسبل ايكوال ان ار تي في واحد ماينس البي فاينل اوفر البي انيشال. طيب ركز معايا دلوقتي، عايز اثبت الكلام ده اهو. لو جيت رسمت علاقة ما بين البي والفي نفس الكلام، أنا هنا بادئ من بي 1 في 1. طيب عايزك بقى تركز في حركة إيدي كويس، عايزك تركز في حركة إيدي كويس جدا. دلوقتي لو أنا عندي كونتينر بالمنظر ده تمام، وفي ثانية كده رحت شادد ده لفوق مرة واحدة، إيه اللي هيحصل للغاز ده؟ هيزيد بسرعة برضه. في اللحظة دي هيلحق يتنقل من في 1 لفي 2 في لحظة؟ طبعا لا، الكلام ده مش هيحصل. بصوا التانية انا بعمل ايه في الورك ريفرسبل، انا بشيله حتة صغيرة فالفوليوم بيقدر يتحرك فيها، بيقدر يملاها بسرعة، بشيله حتة صغيرة فالفوليوم يقدر يملاها بسرعة، بشيله حتة صغيرة فالفوليوم يقدر يملاها بسرعة. انما هنا انا شلته مرة واحدة في ثانية، فايه اللي بيحصل؟ يبقى انا اتنقلت من بي 1 لبي 2 عند نفس الفوليوم. يبقى انا اتنقلت من بي 1 لبي 2 عند نفس الفوليوم والفوليوم لسه ما حصلوش حاجه. خلاص طيب خلاص وقفت بقى عند بي 2، الغاز هيبتدي يتمدد وياخد راحته لحد ما يوصل لفي 2. شايفين الفرق في الرسمه ما بين الاثنين؟ باشمهندسين فهمتوا الفرق في الرسمه ما بين الاثنين؟ ايوه ده ممكن. تاني بص يا باشمهندسه اللي بتقول لي تاني، في الورك ريفرسبل اهو ده كده الورك ريفرسبل، لو جيت قلت لك ايه اهو هرسم دلوقتي الورك ريفرسبل اهو، هرسم علاقه ما بين البريشر والفوليوم. بصي انت هنا ادي عندك البستون، رفعت البستون ده حته حته، مش الغاز هيلحق يتمدد؟ صح؟ شايفه اصلا الحته اللي انا برفعها تقريبا مش باينه، مش الغاز يلحق يتمدد ولا لا؟ فكل ما البي تقل الفوليوم يزيد، البي تقل الفوليوم يزيد، يعني البي قلت الفوليوم زاد معاها، البي قلت فوليوم زاد معاها. انما هنا تخيلي ان انت شديتي البستون ده كده مره واحده لفوق فجاه، فايه اللي هيحصل؟ الغاز ده مش هيلحق يتمدد، في مش هيلحق يملى المساحه دي كلها في الثانيه دي. فايه اللي بيحصل؟ البي نزل لبي 2 يعني الضغط قل مره واحده لان انا شديته. طيب واول ما اقف عند بي 2 بقى وخلاص وبقيت في حاله استقرار، الغاز هيبتدي يتمدد فهيتنقل من في 1 لفي 2. غير هنا، هنا انا بشيل سنه الفوليوم يزيد سنه، اشيل سنه الفوليوم يزيد سنه. فهمتي ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اه تمام شكرا. تمام طيب باشمهندسين يبقى الورك هنا اتفضل. يعني الورك الريفرسبل يعني ما اقدرش اعكسه حتى لو في عمليه ثانيه؟ بيبقى في بعض الحالات كده، دي هتاخدها في الثيرموداينامكس. احنا دلوقتي مش موضوعنا يتعكس ولا ما يتعكس، احنا عايزين نعرف كونسبت واحد. الكونسبت بتاعنا اللي انت بتتعلمه وبعد كده هتبتدي تبني عليه في الثيرموداينامكس، الكونسبت الواحد اللي احنا عايزين نعرفه ان هنا كل ما الورك ان الورك الريفرسبل بيتم اونلي وان ستيب، الورك الريفرسبل بيتم على انفاينايت ستيبس، الورك توتال بيتم على عدد محدد من الخطوات. ده انا عايزك تعرفه. طيب باشمهندسين يبقى الورك هنا، شكرا، يبقى الورك هنا هو الاريا اندر ذا كيرف. حد يقدر يقول لي الشكل ده عباره عن ايه؟
الشكل ده ايه؟ ريكتانجل. طيب طيب ازاي اجيب الريكتانجل؟ ازاي اجيبه؟ ازاي اجيب المساحة او الالية بتاعت الريكتانجل؟ الاريا بتاعت الريكتانجل بي فاينل في دلتا في 2 تايمز في دلتا في 2 دلتا في بالظبط. يبقى الورك اهو ايكوال بي بي اللي هو اللينث اوف ويتس. الويتس بتاعي كام؟ كام بي 2 صح؟ مش فانسين صح ده. اهو طول طول الضلع ده كام؟ طول الضلع ده كام كده اهو بي 2 صح اللي هو بي فاينل في مين؟ في طوله في دلتا في. عرفتوا بقى جت منين كلمه بي فاينل اللي انا قلت لكم هقولها لكم كمان شويه؟ وصلت. يبقى بي فاينل دي لما يكون الورك ايريفرسبل. يبقى البي فاينل دي لما يكون الورك ريفرسبل. انما بي في دلتا في ده لما يكون الورك مين؟ ريفرسبل. يبقى البي فاينل دي لما يكون الورك ريفرسبل. عرفنا البي فاينل جت منين يا باشمهندسين؟ وفعلا انا فوق طبقتها على مين لما جيت اطبق بي فاينل على دلتا في؟ اهو طبقتها على ورك ريفرسبل. ليه؟ لان ده كده اهو ده كده تم على ستيب واحده اهي. فبي فاينل في دلتا في نفس الكلام هنا ده تم على ستو ستيب. فالستيب الاولانيه دي كانت ورك ريفرسبل 1 اللي هو بي فاينل في دلتا في, وده ورك ريفرسبل 2 اللي هي بي فاينل في دلتا في. وصلت دكتور؟ انا بعتذر لحضرتك, انا عندي ميعاد دكتور الساعه 2, فهل حضرتك هتخلص في ميعاد حسب الجدول ولا هتطول؟ لا هطول شويه, احنا بادئين المحاضره اصلا متاخر. اتفضلي بس اسمعي واسمع ريكوردينج لما ارجع. اوكي اسمك ايه عشان اكتبه عندي؟ اوكي اسمي مريم حاتم. اوكي ماشي يا مريم, شكرا لحضرتك. شكرا. طيب يبقى باشمهندسين يبقى الورك ايكوال بي فاينل في مين؟ في الدلتا في. خلاص يبقى الورك ايكوال بي فاينل في دلتا في. طيب دلوقتي يبقى الورك ايكوال بي فاينل, مش الدلتا في دي اللي هي في فاينل ماينس في انيشال صح؟ دكتور معلش احنا دي اتفضل. دي قلنا بي فاينل على طول في دلتا في, يعني انا فاهم اه ان احنا استخدمناها فوق, بس يعني بحاول ابص في الكيرف مش عارف افهم احنا بنحسب ايه كده. مش الاريا هو الاريا اندر ذا كيرف اللي انا بعملها بالاسود دي؟ الشكل ده ايه يا باشمهندس؟ ده اه ايه الشكل ده؟ الشكل ده مستطيل. اه ريكتانجل. مساحه المستطيل ايه؟ مش لينث اوف ويدث. طب ليه احنا خدناه مستطيل؟ يعني ليه ما خدناش على حسب الرسمه؟ مش انا قلت لك انا اتنقلت من بي 1 لبي 2 عند نفس الحجم لان انا شديت البستون مره واحده تمام, وبعد كده لما وقفت الغاز بقى خد وقت وتمدد فبقى الكيرف بالمنظر ده. ففين الاريا اندر ذا كيرف؟ هي الحته المستطيل اللي تحت دي. تمام. طيب يبقى باشمهندسين اقدر اشيل الفي فاينل واكتب ايه؟ ان ار تي على بي فاينل لان النمبر اوف مول ثابت لان الغاز جوه البستون ثابت, ماينس اللي بيتغير الضغط على بي انيشال. اعمل ايه؟ لو خدت الان ار تي كومن فاكتور ودخلت البي فاينل مكانها يبقى بي فاينل على بي فاينل ماينس بي فاينل على بي انيشال. يبقى الورك ايكوال ايه؟ ان ار تي في واحد ماينس البي فاينل اوفر البي انيشال. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد عنده مشكله؟ طيب باشمهندسين الكيرف ده ما ينفعش ارسمه كده على طول, ركز معايا. لو جيت لان دي العلاقه الصح, لو جيت عملت ده كده اهو ركز معايا, عايز اثبت لك برضو بطريقه تانية ان الورك ريفرسبل اكبر من الورك ايرريفرسبل. حد يقدر يقول لي هنا فين الورك ايرريفرسبل في الكيرف ده؟ فين الورك ايرريفرسبل؟ انهي حته؟
area rectangle triangle بالظبط، اللي هي ده اللي هي متعلمة عليها بالاحمر ده، ده الورك الريفرسبل صح. طب فين الورك ريفرسبل في الكيرف ده؟ الاريا اندر ذا كيرف بالظبط، اللي هي دي كلها. بصوا هياخد معاه مين؟ هياخد معاه مين؟ بالظبط. يبقى مين اكبر فعلا؟ مين اكبر؟ يبقى فعلا الورك ريفرسبل اكبر بكتير جدا من الورك الريفرسبل، لان الورك الريفرسبل هو الحته اللي انا بعملها بالاحمر دي اللي هي المساحه تحت المنحنى، ده الورك الريفرسبل خلاص، المساحه تحت المنحنى. ثانيه واحده يا باشمهندس، طيب باشمهندسين نكمل. يبقى اللي بالاحمر اللي انا عامله ده الورك الريفرسبل، انما بالازرق اللي انا عامله ده ده ورك مين؟ ريفرسبل. يبقى الورك الريفرسبل اكبر من مين؟ اكبر من الورك الريفرسبل. خلاص باشمهندسين سامعيني؟ تمام يا دكتور. تمام، خلي بالكم الجزء ده انا بشرحه بالراحه لانه ايه، لازم يتفهم كويس جدا لانه لازم بيجي في الامتحان. طيب عايزين بقى، احنا كده خلصنا شرح، عايزين نشوف افكار حل المسائل، عايزين نشوف افكار حل المسائل. طيب ركزوا بقى قوي في افكار حل المسائل دي، لو فهمتوها هتحلوا اي مساله. بصوا دلوقتي عايزين نشوف افكار حل المسائل. بص يا شمسين، احنا دلوقتي هنبتدي نشوف اهو افكار حل المسائل. نركز باشمهندسين، ايه قانون الورك ريفرسبل يا باشمهندسين؟ قولوه كده. 2.3 ان ار تي لوج في 2 اوفر في 1 لوج في 2 اوفر في 1 2.3 ان ار تي لوج في 2 على في 1. طيب اقدر اشيل في 2 على في 1، هو ايه علاقه البريشر بالفوليوم؟ عكسيه. ايه علاقه البريشر بالفوليوم؟ كل ما الضغط عكسيه بالظبط، كل ما الضغط قل الحجم زاد صح. يبقى علاقه البريشر بالفوليوم ان البريشر، البريشر اهو is inversely proportional مع الفوليوم، فانا كده اقدر اقول ان هو ايكوال برضو كام؟ 2.3 ان ار تي لوج، ما تبقاش بقى في 2 على في 1، تبقى مين؟ في 1 على في 2 على في 2. يبقى انا لو مديني فوليوم اشتغل في 2 على في 1، طب لو مديني بريشر اشتغل ببي 1 على بي 2. تمام، يبقى ينفع يكون work reversible equal V2 على V1، واقدر اشيلها واحط B1 على B2. حد عنده اي مشكلة؟ يبقى لو مديني volume احطها V2 على V1، لو مديني pressure احطها B1 على B2. حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ اول فكرة الناس كلها فهمتها كويس. يبقى الاول انا، يبقى انا لازم الاول احدد المسألة هي work reversible ولا work irreversible، دي اهم حاجة، reversible ولا irreversible. لو work reversible يبقى لو مديني فوليوم احط في 2 على في 1، لو مديني بريشر احط بي 1 على بي 2. طيب تعال نكمل اللي بعدها. هو انا كان ليا سؤال، هو انا ممكن استعمل اللين لانها اسهل يعني، بدل ما انا انسى 2.3 فانا خايف انساها في الامتحان. مفيش اي مشكله، فاستعمل اللين عادي، مفيش مشكله. تمام. طيب باشمهندسين الفكره الثانيه، الورك ريفرسبل، سوري الورك الريفرسبل، قولوا لي كده قانونه. NRT بعد كده 1 minus B final over B initial زي الفل.
بي فاينل اوفر البي انيشال. تمام، ده لو مديني بريشر. طب افرض مديني فوليوم، افرض مديني فوليوم على بي انيشال على في فاينل. لا غلط، هستخدمه بي فاينل في دلتا في. ليه غلط؟ ليه ما ينفعش احطها في انيشال على في فاينل؟ هقول لك كمان شويه. تمام، ليه ما ينفعش احطها في الورك الريفرسبل في انيشال على في فاينل؟ هنعرف كمان شويه. هي تنفع في حالات وحالات تانية لا، عشان هي مش ملتبيك، عشان هي يعني مش مضروبه فيهم او حاجه في ما بينهم اللي هي علامه السبستراكت. هنعرف دلوقتي. تمام، يبقى الورك ريفرسبل 2.3 ان ار تي لوج في 2 على في 1 ده لو مديني فوليوم، يا اما بي 1 على بي 2 لو مديني بريشر. طب لو انا هستخدم الورك الريفرسبل لو مديني بريشر يبقى ان ار تي في 1 ناقص بي فاينل على بي انيشال. طب لو مديني فوليوم لا معكس، احط بي فاينل في دلتا في. طيب تعال نشوف المساله اللي بقى، الفكره اللي بعدها. شايفين الار دي يا باشمهندسين؟ الار دي، الار اللي هي في القوانين دي احطها بكام؟ الار دايما على حسب البريشر اللي عندنا. بصوا الار ب 8.314 جول برمول في الكلفن. مش انت عندك هنا البريشر بتطلعه الورك بتطلعه بالجول؟ يبقى الار لازم تكون 8.314. طيب عشان نحل المشكله دي ركز معايا في الحته اللي جايه دي، لان دي هتبقى مهمه جدا. في قانون بي في ايكوال ان ار تي، بس في القانون ده بس الار ليها 2 فاليو. في القانون ده بس الار ليها كام فاليو؟ 2 فاليو، يا اما 0.002 يا اما 8.314 في القانون ده بس. امتى استخدم دي؟ لو البريشر اتموسفير والفوليوم لتر. امتى استخدم دي؟ لو البريشر بالباسكال والفوليوم متر كيوب. اي قانون تاني، سامعين بقول ايه؟ اي قانون تاني، اي قانون تاني غير البي في ايكوال ان ار تي ما تفكرش، حط الار ب 8.314. في مشكله؟ يبقى في قانون بي في ايكوال ان ار تي بس الار ليها 2 فاليو. يا ده يا ده، اي قانون تاني من اول دلوقتي لحد ما تخلص الكورس ان شاء الله غير بي في بتساوي ان ار تي، حط الار ب 8.314. خلاص، ليه حطيتها هنا ب 8.314؟ لان انا الورك هيطلع بالجول فانا هستخدم الار بالجول. حد عنده مشكله يا دكتور؟ هو احنا اساسا مش عشان نجيب اللي هي ان ار تي او كده بنستخدم بي في ايكوال ان ار تي؟ طب ما كان المفروض مش الار تبقى برضه تتغير عادي لان احنا بنستنتجها من نفس الرول. بص يا باشمهندس، هو انت هنا ان ار تي مش ده مول؟ ده نمبر اوف مول، يعني تعالى تعالى نطبقها، ده مول. طيب والار جول على المول في الكلفن، صح؟ تمام. والتمبريتشر بالكلفن. وهو ينفع تحط فوق هنا البريشر اتموسفير وتحت البريشر بالباسكال؟ لا، فكده كده هيبقى اتموسفير على اتموسفير او باسكال على باسكال، صح؟ فكده كده في الاخر اليونتس دي هيطير بعض، والكلفن مع الكلفن والمول مع المول، ففي الاخر هتفضل جول. تمام، وصلت؟ تمام. تمام، يبقى الار دايما يا باشمهندسين هتبقى بكام؟ هتبقى ب 8.314 جول على المول في الكلفن. طيب تعال نشوف الفكره اللي بعدها، ركز معايا. يبقى باشمهندسين، يبقى انا اهم حاجه في المساله احدد هو ورك ريفرسبل ولا ورك ريفرسبل. طيب بعد ما احدد هو ورك ريفرسبل ولا ورك ريفرسبل، اشوفه هو مديني بريشر ولا مديني فوليوم. طيب باشمهندسين، في الورك ريفرسبل لو مديني بريشر يبقى القانون ايه؟ 2.3 ان ار تي في لوج بي 1 مع بي 2. طب لو مديني فوليوم يبقى القانون ايه؟ نفس الحاجه بس هحط البي 2 فوق والبي 1 تحت. طيب بالنسبه للورك الريفرسبل، لو انا حددت المساله ورك الريفرسبل، ابص هو مديني البي ولا الفي؟ لو البي يبقى القانون ايه؟ ان ار تي في 1 ماينس بي في فاينل على فينيش. طيب لو مديني فوليوم يبقى القانون ايه؟ في فاينل في دلتا في. زي الفل. باشمهندسين، هو معنى ان الباشمهندس بيرد لوحده الباقي فاهم ولا انتوا في اضطراب ولا ايه؟ لا بس عشان ما نشوش عليه بس. فاهمين يعني؟ في حد مش فاهم يا باشمهندسين؟ انا عايز اسمع دكتور معلش بس عشان النت كان قطع عندي.
احنا ليه الار بس خدناها ب 8.314 هنا؟ انا قلت لك اي قانون تاني غير البي في بتساوي ان ار تي، حط الار ب 8.314. اي قانون تاني ليه؟ لان انا الورك عايز يطلع بالجول فلازم استخدم الار بالجول. شكرا. تمام باشمهندسين، فاهمين ولا لا قبل ما نخش على الفكره اللي بعدها؟ ردوا. تمام تمام يا دكتور. تمام. طيب الفكره اللي بعدها، طيب لو طلب مني في المساله، لو طلب مني في المساله الماكسيمم ورك او المينيمم ورك، لو طلب مني في المساله الماكسيمم ورك او المينيمم ورك، طيب الكلام اللي انا هعمله ده مش هعمله غير لو طلب مني ماكسيمم او مينيمم. طيب ايه مفتاح حل المساله لو طلب مني ماكسيمم او مينيمم؟ ايه مفتاح حل المساله؟ مفتاح حل المساله هي المساله دي اكسبانشن ولا كومبريشن؟ المسألة دي expansion ولا compression؟ طيب يبقى لما أول ما يطلب مني في المسألة maximum أو minimum، يبقى مفتاح حل مسألتي لازم أحدد المسألة دي هي expansion ولا compression. طب تعال نشوف، لو expansion يبقى maximum work هو إيه يا باشمهندسين؟ هو الورك reversible اللي هو قانونه مين؟ 2.3 nRT log V2 على V1 أو B1 على B2. طب المينيمم ورك هو مين؟ هو الورك الريفرسبل اللي هو قانونه مين؟ ان ار تي في 1 ماينس بي فاينل على بي انيشال. الكومبريشن العكس، كومبريشن مين؟ العكس. يبقى الماكسيمم ورك هو الورك مين؟ ردوا. الورك الريفرسبل. الريفرسبل. والمينيمم ورك هو الورك مين؟ الريفرسبل. الورك الريفرسبل. طيب الورك الريفرسبل قانونه ايه؟ rt1-b final على b initial. طب الورك الريفرسبل قانونه ايه؟ 2.3nrt log v2 على v1. طيب log v2 على v1، بس في حاله الكومبريشن لازم احط ماينس. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى الاكسبانشن الماكسيمم ورك هو الورك ريفرسبل، المينيمم ورك هو الورك ريفرسبل. في الكومبريشن العكس، الماكسيمم ورك هو الورك ريفرسبل والمينيمم ورك هو الورك ريفرسبل، وبحط ماينس في القانون. طيب في حاجه انا كتبتها مش صح، ايه هي؟ في حاله الكومبريشن انا كتبتها لك كده بس ليه؟ علشان تعرف او ما تتلخبطش فيها. يبقى في الاكسبانشن الماكسيمم ورك هو الورك ريفرسبل، المينيمم هو الورك ريفرسبل، في الكومبريشن العكس. تمام، بس بحط ماينس في القانون. في حاجه غلط انا كتبتها، ايه هي؟ مفيش ماكسيمم ورك، مفيش حاجه اسمها ماكسيمم ورك في حاله الكومبريشن. في حاله الكومبريشن انا ما عنديش غير مينيمم ورك بس. ليه؟ تخيل ان انا ماسكك، انا دلوقتي ماسكك ضاغط عليك، انت قاعد كده وانا ماسك وانا ضاغط عليك من فوق، مهما تعمل ورك هتبقى قيمه الورك ده ايه؟ قليلة قليلة جدا. انما لو انا سايبك تتمدد براحتك expansion، ممكن تعمل work فيبقى maximum work، وممكن تبقى كسلان تفضل قاعد مكانك يبقى ايه؟ minimum، يبقى minimum work. وصلت؟ بس هو يعني في حالة الكومبريشن يا دكتور كده كده الريفرسبل هو الماكسيموم، يعني هو اللي بيدي رقم اكبر، كل اللي بيحصل بس ان احنا بنحط جنبه نيجاتيف فبيبقى بالظبط. بالظبط. خلاص، يبقى ده هنا كده work reversible، يبقى minus 2.3 rt log v2 على v1. دي كده تاني فكرة. يبقى مفتاح حل المسألة في الماكسيمم ومينيمم expansion وcompression. ما طلبش منك expansion وما طلبش منك maximum ومينيمم عشان ما تلخبطش نفسك. انسى كلمة expansion و compression دي خالص، ما تحطهاش في دماغك. خلاص، يبقى امتى ادور على كلمة expansion و compression؟ لما يطلب مني في المسألة maximum او minimum. طيب تعالى بقى نعمل، انا مش فاهم قوي هو ليه في compression minimum بس. انا دلوقتي جيت ومسكتك، خلاص انت قاعد على الكرسي وانا قاعد حاطط ايدي على كتفك وضغط عليك،
مهما تعمل ورك هيبقى بالنسبة لي ايه؟ مينيمم ورك ولا ماكسيمم ورك؟ قليل قليل جدا. انما لو انت اكسبانشن انا سايبك تتمدد مش ممكن تروح للاخر الأوضة يبقى عملت ماكسيمم ورك، وممكن تفضل قاعد مكانك او تتحرك حركة بسيطة يبقى عملت مينيمم ورك ولا لا؟ صح تمام. طيب باشوان سين الفكرة اللي بعدها، هو احنا قلنا بشوانسين قانون الورك ريفيرسبل لو مديك بريشر هتحط ايه او مديك فوليوم بي 1 على بي 2 2.3 ان ار تي لوج في 2 على في 1 صح، ولو مديك بريشر هتشيل في 2 على في 1 وتحطها ايه بي 1 على بي 2، ولو مديك اكسبانشن يبقى الاشاره قبلها قبل الورك ريفيرسبل ايه نيجاتيف expansion. لا ثاني expansion positive. ولو compression negative. ايه القرف ده بقى؟ انا كده اكيد هتلخبط في الامتحان. ركز بقى معايا. الكلام اللي هقوله ده ما ينفعش غير في حالة الwork reversible بس. الكلام اللي هقوله ده ما ينفعش غير في حالة مين؟ ردوا الwork reversible بس. بص بقى. expansion او compression. لا تحط لا positive ولا تحط negative. بتوجعش دماغك. مديني فوليوم لا في 2 على في 1 ولا في 1 على في 2 ولا في 1 على في 2، ما توجعش دماغي بالكلام ده. مجرد ما تحط كلمة work reversible حتى لو كانت المسألة حتى لو كانت compression، يبقى القانون ايه 2.nRT log الفاليو الكبيرة على الفاليو الصغيرة. ليه؟ تعال نشوف. تخيل دلوقتي ان انا بعمل expansion، يبقى الحجم هيزيد ولا هيقل يا باشمهندسين؟ هيزيد يبقى اتحرك من لتر ل 10 لتر. طب تعالى كده نطبق قانون الورك ريفيرسبل في الاكسبانشن، مش هو بوزيتيف 2.3 ان ار تي لوج في 2 على في 1 يعني 10 على 1 يعني كبير على صغير ولا لا؟ صح. طيب تعالى كده نعمل المساله دي كومبريشن، كومبريشن يعني الضغط هيقل ولا الحجم هيقل ولا هيزيد؟ هيقل. يعني بدل ما يتحرك من لتر ل 10 لا اتحرك هو من 10 لتر لتر، يبقى الورك ريفيرسبل. في حاله الكومبريشن بحط بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. 2.3 ان ار تي لوج في 2 بكام؟ ردوا 1 وفي فاينل وفي 1 ب 10. مش انت من خواص اللوج تقدر تشيل علامه الماينس وتقلب ده؟ ايوه صح. يبقى انا اقدر اشيل الماينس هنا واحط هنا مين؟ واحط دي 10 على 1. فانت دايما هتلاقيها مين؟ هتلاقيها الفاليو الكبيرة على الصغيرة. يبقى قانون الورك ريفيرسبل محدش بقى يقول لي بوزيتيف ونيجاتيف حتى لو كومبريشن، ما تقوليش لا بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا في 1 ولا في 2 ولا بي 1 ولا بي 2 ولا الكلام الفاضي ده. تروح حاطط لي على طول الفاليو الكبيرة على الفاليو مين؟ ردوا الفاليو الكبيرة على الفاليو الصغير، الفاليو الكبيرة على الفاليو الصغيرة. بس القانون ده مش هعمله غير في حالة مين؟ ردوا الورك ريفيرسبل بس. طيب الفكره اللي بعدها باشمهندس دكتور معلش انا اسف بس لو ممكن اخرج لان عندي لاب فيزيكس دلوقتي. ازاي عندك لاب فيزيكس؟ انا فيلد مش اول مره كيمستري. يعني انت اصلا سنه تانية؟ لا فريشمن بس واخدها الترم التاني. طيب اوكي ماشي، يعني انت خدتها قبل كده؟ خدتها اول سمستر. طيب ماشي، اسمك ايه؟ ابعته لحضرتك ولا اقوله دلوقتي؟ لا قوله. احمد السيد سيد. ماشي يا احمد. شكرا. شكرا. طيب باشمهندسين نكمل. لو لقيت في المسألة كلمة اكسبلوجن explosion او broken
او ليكج او سكيب. لو لقيت اي كلمة من الكلمات دي حد يقدر يقول لي ده ورك ايه؟ لو لقيت كلمة اكسبلوجن يعني اسطوانة انفجرت او بروك اسطوانة اتكسرت او ليكج تسريب او سكيب ده ورك الريفرسبل. طيب عشان صادم ليك الحاجة دي كلها صادم بس زي الفل. دي يبقى ده ورك الريفرسبل. ايه قانونها؟ يعني NRT 1 minus PF B final على B initial. طيب باشمهندسين واحد دلوقتي ممكن يجي يقول لي تسريب يعني الغاز بيخرج بالراحة يبقى ده ورك الريفرسبل. لا غلط ده ورك الريفرسبل. ليه؟ هو دلوقتي باشمهندس انت عندك اسطوانة وجواها غاز الاسطوانة دي اتخرمت فالغاز خرج. الغاز خرج من الضغط جوه الاسطوانة للضغط مين؟ نرد للاير نفسه اللي هو للضغط الجوي يعني اتنقل من الضغط جوه الاسطوانة للضغط الجوي على طول. ردوا ايوه بالظبط. يبقى حصل تغير مفاجئ في الضغط ولا لا؟ من ضغط عالي قوي الضغط بالظبط يبقى اتغير من يبقى ماليش دعوه هو خرج في وقت قد ايه. هو اتنقل من ضغط كام لضغط كام؟ هو اتنقل من الضغط اللي كان موجود جوه الاسطوانه للضغط الجوي على طول. اول ما الاسطوانه اتخرمت الغاز خرج. طيب يبقى دايما البي فاينل في الحالات دي ايكوال ايه؟ 1 اتموسفير. ليه؟ لان لما يحصل انفجار لما يحصل كسر لما يحصل تسريب دايما هيخرج في الهواء. يبقى دايما البي فاينل بوان اتموسفير. يبقى اول ما الاقي كلمه من الكلمات دي يبقى ده معناه ايه؟ ده ورك ايرريفرسبل. طب هسال سؤال، هل ينفع استخدم القانون ده هنا؟ هل ينفع استخدم القانون ده؟ لا ما اعرفش الحجم التاني بالظبط. مش احنا بنقول انا السؤال اللي انا بساله دلوقتي بقول هل ينفع استخدم السؤال دي هنا ان الورك ريفرسبل ايكوال بي فاينل في دلتا في يعني ايكوال بي فاينل في في فاينل ماينس في انيشال. طيب البي فاينل ماشي 1 اتموسفير والفي انيشال اللي هو حجم الغاز لما كان في الاسطوانه. طب الفي فاينل الغاز لما خرج في الهواء حد يقدر يقول لي حجم الغاز بقى كام؟ لا معرفش. يبقى انا ما اقدرش استخدم القانون ده هنا خالص. عرفته ليه ما ينفعش احط في انيشال على في فاينل؟ دي كيس من ضمن الكيسز اللي ما ينفعش اعمل فيها الكلام ده. يبقى القانون ده ما ينفعش استخدمه خالص هنا. ليه؟ لان انا مش هعرف اجيب الفي فاينل. هو الغاز خرج من الاسطوانه راح فين؟ راح في الهواء. طب حجم الهواء ايه؟ ما انا ما اعرفش. وصلت باشمهندسين؟ وصلت تماما دكتور. طيب ابتدي اسال كده دكتور، هو احنا ليه حطيناها بوان اتموسفير؟ لان الغاز لما خرج خرج فين؟ في الهواء. بس وضغط الهواء كام؟ وان يعني وان اتموسفير. طيب فين فريده وليد؟ ايوه دكتور فريده. دلوقتي ايه قانون الورك ريفرس ولا فريده؟ 2.3 NRT في log V2 على V1. طيب مش عايز V2 على V1 يا فريده. pressure 1 على pressure 2. مش عايز B1 على B2 يا فريده. حد يقول الكبير على الصغير على طول. بعد كده لا تقولي لي V2 على V1 ولا B1 على B2، تقولي لي الكبير على الصغير عشان ما تلخبطيش نفسك. تمام. طب فريدة لو كانت المسألة work irreversible ومديك pressure يبقى القانون ايه؟ NRT في 1 minus PF على P pressure final على pressure initial. هنا تقولي B final و B initial. طب لو مديك volume يا فريدة pressure final في دلتا V زي الفل. تمام شكرا. كريم يحيى
احنا قلنا دايما ال R ليها كام value يا كريم؟ ال PVNRT 2، لكن اي حاجه كده تبقى 8.14. جدع يا كريم، تمام. طب لو طلب مني في المسألة الماكسيمم ورك او المينيمم ورك، ايه مفتاح حل المسألة؟ اعرف اذا كانت expansion ولا compression. لو expansion يبقى الماكسيمم ورك هو مين؟ لو expansion الريفيرسبل. طيب الريفيرسبل ريفيرسبل، والمينيمم هي الريفيرسبل. الريفيرسبل العكس. طيب العكس، الماكسيمم ورك هو مين في الكومبريشن؟ احنا قلنا خلاص مش مفيش ماكسيمم. جدع، مفيش ماكسيمم ورك، تمام. والمينيمم هيبقى ريفيرسبل زي الفل. فين جولينا عماد؟ باشمهندسة دلوقتي لو لقيت كلمة اكسبلوجن او بروكن او ليكج او سكيب هستخدم اللي هي بتاعت الورك ريفرسبل. ايه قانونها؟ NRT بي فاينل في دلتا في. لا مش هينفع عشان مش عارفين الفي. تمام، طيب يبقى ايه القانون اللي هتستخدميه؟ NRT 1 minus بي فاينل over بي initial بي فاينل 1 atmosphere. بالظبط، دايما لما تقولي الكلمة دي الزائلي فيها بي فاينل ايكوال 1 اتموسفير. تمام، طيب تعال نشوف اللي بعده. الفكرة اللي بعدها دي كلها افكار هتجيلكم واحنا بنحل. طيب الفكرة اللي بعدها، لو جيت قلت لك جملة زي دي، لو جيت قلت لك جملة زي دي الورك اوكير against constant pressure، حد يقدر يقول لي الجمله دي معناها ايه؟ الورك اوكير against constant pressure، الجمله دي معناها ايه؟ ان مفيش لا ده يعني ده ورك ريفرسبل ولا ورك ريفرسبل؟ ده ورك ايه ده؟ ريفرسبل. الريفرسبل ولا ده ولا ده؟ طيب هنشوف دلوقتي، لو جيت قلت لك ان الورك اوكير اجينست، مش هو الريفرسبل يا دكتور اللي هو بيبقى الاريا بتاعته مستطيل؟ ثانيه واحده، لو قلت لك الورك اجينست فاريبل بريشر، الورك اللي فوق ده ورك ايه والورك اللي تحت ده ورك ايه؟ اللي تحت يا اما ريفرسبل يا اما ريفرسبل، اللي فوق ده ريفرسبل بس. لا تحت ورك ريفرسبل بس، انما فوق ورك ريفرسبل. ليه؟ هو اتغير لكونستانت بريشر، لضغط ثابت، يبقى ده ورك ريفرسبل. انما التاني اتغير اجينست ضغوط متغيره، طالما ما حددتش عدد يبقى ده ورك ايه؟ ريفرسبل. وصلت؟ معلش هذا تحت اي variable pressure يعني ما هو variable pressure في irreversible هو بيختلف من ضغط لضغط عند نفس النقطة وبعدين الفوليوم بيبدأ يختلف براحته. بص يا باشمهندس، انا قصدي ايه against constant pressure؟ قصدي ايه؟ انت كان عندك بيستو تحت ضغط معايا؟ مع حبيبي. اتنقل لقيمة ثابتة من الضغط، يعني اتنقل لهنا، دي قصدي بيها اتنقل against constant pressure، يعني اتنقل لضغط ثابت. يبقى ده كده الورك تم على كم خطوة؟ خطوة واحدة. يبقى ده ورك مين؟ ده irreversible. irreversible. طب افرض جيت قلتلك الضغط ده او الورك حصل against ضغوط متغيرة، انا حددت عدد؟ ده يبقى infinite steps. تمام، يبقى ده ورك ريفرسبل. ما فاهم ده، انا فاهم العمليه بس فكره كلمه كونستنت بريشر دي لو مسكنا الكيرف فعشان الحاله تبقى كونستنت بريشر الحل الوحيد ان هيبقى الورك على شكل مستطيل، لكن فاريبل بريشر هي ممكن الورك يبقى على شكل مستطيل لان الضغط بيتغير في الريفرسبل، ممكن يبقى على شكل كيرف لانه برضو بيتغير في الريفرسبل، صح كده ولا لا؟ بص يا باشمهندس، انا قصدي بكلمه كونستانت دي ان هو اتغير لقيمه ثابته من الضغط، قيمه واحده.
يعني ايه لو انت بتتكلم على الكيرف اتغير لقيمه ثابته من الضغط، يعني اتنقل من هنا لهنا مره واحده. فهمت؟ التاني القيم مختلفه، فاريبل دي معناها تاني دي قيم مختلفه، فده قل زاد فده بيقل ده بيزيد اهو، فده كده ورك ريفرسبل. تمام. شفت يعني شفت لما اتنقل من هنا لهنا رسم شكل عامل ازاي؟ ده ورك ايه ده؟ ده كده ورك ريفرس. طب شفت لما نقلته سنه سنه الشكل الرسم عامل ازاي؟ ده ريفرس. وصلت؟ طيب لو قلت لك دي كده عندي بيستون اهو، عندي بيستون او قبل البيستون افرض ان انا جيت رسمت لك كيرفات بالمنظر ده. بصوا ركزوا معايا، عشان سين معايا. طيب لو جيت هنا قلت لك ان الورك اتغير along اي بي، ده كده مثلا اي بي سي وده اي بي سي، لو قلت لك هنا الورك او البريشر او الورك اتشينج فروم اي تو بي، وهنا الورك اتشينج فروم اي تو سي، مين في دول ورك ريفرسبل ومين في دول ورك ريفرسبل؟ او البريشر الاول ده اول واحد ده الريفرسبل. ليه؟ لان انا نزلت اتنقلت من هنا لهنا sudden change، انما لو الورك اتشينج من الاي للسي كده بالظبط يبقى ده ورك ريفرسبل. وصلت؟ فاهمين؟ تمام. طيب تمام. لو قلت لك water over the piston evaporated completely، water over piston evaporated، ده work ايه؟ irreversible. يا راجل حرام عليك، احنا لسه قايلينها. فاكر الباشمهندسة اللي سألت وقالت لي مفيش مسائل واضح للورك ريفرسبل؟ ده ريفرسبل عشان بياخد وقت كبير قوي. بالظبط ده ورك ريفرسبل. ليه ورك ريفرسبل؟ ردوا. الميه بتاخد وقت كبير قوي عشان تتبخر. بالظبط بالظبط، لأن الميه تاخد وقت طويل جدا عشان تتبخر، يبقى 2.3 NRT log الكبير على الصغير. طالما ورك ريفرسبل. طيب اخر فكره عندنا، يبقى احنا كده قلنا كل الافكار. باشمهندسين ورك ايه ده؟
irreversible. Irreversible. طب work ايه ده؟ irreversible. Total. طب work ايه ده؟ work ايه؟ لو جيت عملتها كده كده ريفيرسبل كده ريفيرسبل طيب معايا يا باشمهندسين يبقى ده كده مين work reversible عرفتوا ايه القوانين ولا لا باشمهندسين حد عنده اي مشكله في الكلام ده ردوا تمام طيب تعالوا بقى تعالوا نحل المسائل طب دكتور ممكن بتاعت water over piston دي عشان انا مش فاهمه احنا قلنا المية لما بتتبخر هتتبخر جراديولي ولا صادنلي المفروض ده جراديولي جراديولي طالما جراديولي يبقى ورك ريفرسبل ولا ورك ريفرسبل بس وصلت تمام طيب تعالوا بقى نحل المسائل كده بسرعة طيب تعالوا كده نحل يا باشمهندسين المسائل دي بيقول لك ايه 1 مول اوف ايديال جاز ات 25 درجه سليزيوس از هيلد ان ا سلندر باي ا بيستون ات ا بريشر 10 تو باور 7 خلاص 10 تو باور 7 طيب نيوتن بير متر سكوير بيقول لك ذا بريشر از ريليزد ان 3 ستيج 5 10 تو باور 6 then 10 to power 6, then 10 to power 5. طيب, calculate the work done during this reversible work and compare the total work with work done during isothermal reversible expansion. طيب, أنا عايز بقى حد يحل معايا كده. فين جمان عمر؟ يلا يا جمان, حلي. جمانة هبدأ بأول اتنين مع بعض واحدة واحدة نرسم المسألة الأول تمام طيب بيقول لي أنا عندي ايديال جاز is held in a cylinder أهو كان أهو بص بيقول لي 1 مول اوف ايديال جاز ات 25 ديجري سيلسيوس از هيلد ان سلندر طيب اجي ارسم الرسم اول حاجه ادي اول بيستون اهو كان الضغط فيه كام 10 تو ذا باور 7 10 تو ذا باور 7 طيب بعد كده اتنقل على 3 ستيج بقى الضغط كام 5 تايمز 10 تو ذا باور 6 طيب بعد كده اتنقل لضغط كام 10 to the power of 6 10 to power 6 بعد كده اتنقل لضغط كام 10 to the power of 5 بالظبط في مشكلة في الكلام ده طيب مين انا بسأل مين جمانة ايوه يا دكتور
طيب جمانة قولي لي بقى الدور كايه يا جمانة من غير ما نشوف هو عايز ايه دور كايه دور كلو ورك توتال تقريبا زي تقريبا ليه يعني دور كايه ورك توتال ورك توتال هتجيبيه ازاي يا جمانة الورك توتال بنحسبه ازاي ورك 1 بلس ورك 2 بلس ورك 3 طيب زي الفل يبقى جمانة قالت ان ده ورك توتال ليه ورك توتال يا جمانة علشان هو ورك ايرفيرسيبل حاملهم كلهم بلس بعض بالظبط يعني ده كده انت قصدك ان ده كده ورك ايرفيرسيبل 1 صح ايوه وده ورك ايرفيرسيبل 2 وده ورك ايرفيرسيبل 3 طيب هاتي لي بقى يلا ورك ايرفيرسيبل 1 او ايه قانون الورك ايرفيرسيبل NRT 1 minus P final over P initial. طيب. B initial. Work irreversible 1. هو النمبر في مول قايل لي فوق في المسألة 1 مول. الـ R بكام يا جمانة؟ 8.314. التمبريتشر بكام؟ 25. يعني 298 في 1 minus. الـ B final بكام؟ 5 times 10 to the power of 6. بالظبط في work irreversible 1 5 10 to power 6 على 10 to power 7 طيب ده كده work irreversible 1 طب work irreversible 2 نفس الكلام so P final هيبقى 10 to the power of 6 وال P initial 5 times 10 to the power of 6 تمام طيب work irreversible 3 نفس الكلام بس ال P final 10 to the power of 5 وال work initial ال P final 10 to the power of 6 تمام ten to power five over ten to power six تمام طب أجيب الورك توتال إزاي؟ أعملهم كلهم plus بعض work irreversible one plus work irreversible two plus work irreversible three طيب هنا الورك توتال هيطلع عندي بكام الفاليو بتاعته؟ تعال نشوف الورك الريفرسبل هيطلع بخمس تلاف ربعمية وخمسين بوينت سيكس ثري ون اتموسفير سوري جول طيب تعالوا بقى نشوفوا عايز ايه جول بيقول ايه بيقول calculate the work done during this بصوا حتى قال ايه this irreversible work اهو مين ال this irreversible work دول اللي هما work irreversible 1 work irreversible 2 work irreversible 3 لما يقول لي calculate this irreversible work فانا بحسب كل واحد لوحده and compare the total work جبنا ال work total بيقول لك compare the total work بقى ايه بال work reversible من 7 من 10 to power 7 ل 10 to power 5 بيقول لك قارن الورك توتال بالورك ريفرسيبل من فين لفين من ال 10 تو باور 7 ل 10 تو باور 5 هسال سؤال هل ده كده ورك ريفرسيبل ولا لا ده المفروض يبقى ورك ايه ده ريفرسيبل بس هو قال لي احسبه ورك ريفرسيبل هقول له ماشي همشي كلامك ورك ريفرسيبل قانونه ايه 2.3 NRT log V squared V final over V initial قلنا بقى الكبير على الصغير على طول صح؟ طيب 2.3 NRT طيب ادي 2.3 NRT ادي ال N ب1 ال R ب 8.314 التمبريتشر ب 298 في لوج 10 to power 7 على 10 to power 5 فالورك ريفرسيبل هنا هيطلع بكام هيطلع ب 11396.831 جول هل انتم مقتنعين باللي انا عملته ده ان انا المفروض ان انا اخد ال 10 to the power 6 لا بصوا هل انتم مقتنعين ان دي تبقى ورك ريفرسيبل لا بس هو قال يعني بالظبط هو قال هقول له انت قلت وشرطت عليا بس بشرط انا هشرط عليك شرط تاني ان انا لازم اكتب له الكلمه دي ان انا هعتبرك لما انت قلت لي ان انت حسبها ورك ريفرسيبل انا هعتبرك ان انت مقسمها على مين
انت قلت لي احسبها ورك ريفرسبل، فانا كده استنتجت بطريقه غير مباشره ان هو بيقول لي ان هو قسمها على انفاينايت ستيبس. وصلت؟ تمام تمام. يبقى لما يقول لي ورك ريفرسبل بحسب كل واحده لوحدها، لما يقول لي ورك توتال بجمعهم. طب لما يقول لي احسب الورك ريفرسبل من 7 ل 5، ده انت اللي قايل لي احسبها من 7 ل 5، فانا بطريقه غير مباشره استنتجت ان انت مقسمها على انفاينايت ستيبس لان انت اللي قلت لي احسبها ورك ريفرسبل. انما لو ما كانش قال لي، لو ما كانش قال لي يا باشمهندسين كنت احسبها ورك ايه؟ ريفرسبل. ريفرسبل تمام. طيب قارني بقى كده ما بين النتائج يا جمانة، اكبر ورك مين في دول؟ الورك ريفرسبل اكبر بمين؟ اكبر من الورك ريفرس او الورك توتال. اكبر من مين؟ من الورك ريفرس. الريفرس وليه؟ لانه هو معمول على ستابس اكتر من الباقيين. بالظبط. يبقى as the number of steps increase ايه اللي هيحصل؟ ال value of work increase. خلاص؟ طيب حد عنده مشكلة في أول مسألة؟ دكتور ممكن بس تطلع فوق سنة، عايزة أخد حاجة المسألة الأولانية. حد عنده أي مشكلة يا باشمهندسين؟ حد فاهمين ولا لأ؟ دكتور هو فين الورك ريفرسبل أصلا؟ يعني إحنا قلنا الورك ريفرسبل أكتر من الورك ورك توتال. الورك ريفرسبل هو ورك ريفرسبل 1 ورك ريفرسبل 2 ورك ريفرسبل 3. يعني خدت كل واحده لوحدها يعني؟ لو كل واحده لوحدها هتلاقي دايما الورك توتال اكبر من اي واحده فيهم. طيب تمام. لان هي كده الورك توتال مجموعهم، فاكيد هيبقى اكبر من واحد اي واحده فيهم. تمام طيب فاهمين ولا لا؟ في النص الثاني من المساله بس ممكن نقوله بسرعه. فين؟ بص هو بيقول لي احسب الورك ريفرسبل من 10 تو باور 7 ل 10 تو باور 5. ماشي، بيقول لي احسب الورك ريفرسبل من 10 تو باور 7 ل 10 تو باور 5. هل ده ورك ريفرسبل يا باشمهندس؟ هل ده ورك ريفرسبل من 7 ل 5 على طول؟ لا باشمهندس، لكن لا ده المفروض يبقى مين؟ الريفرسبل. الريفرسبل صح، بس هو قال لي احسبه ورك ريفرسبل، فانا همشي كلامه بس هقول له طالما انت قلت لي احسبها ورك ريفرسبل فانت بطريقه غير مباشره بتقول لي ان انت مقسمها على انفاينايت ستابس. وصلت؟ يعني هو لو ما كانش قال لي احسبها ورك ريفرسبل يا احمد كنت انت هتحسبها ايه؟ احسبها ريفرسبل. الريفرسبل. انما هو قال لي احسبها ورك ريفرسبل فانا طبقت القانون زي ما هو قال لي، بس هكتب له ان انا هعتبرك ان انت مقسمها على مين؟ على انفاينايت ستيبس. على انفاينايت ستيبس. وصلت؟ ايوه يا دكتور. باشمهندسين انتوا فاهمين ولا لا؟ باشمهندسين ما تردوا. تمام يا دكتور. تمام. فين ماجد صفوت؟ ايوه يلا ماجد حل. تمام. one mole of ideal gas at 25 degrees celsius held in a cylinder by a piston at a pressure 1000 kilopascal. Calculate the work done in each case of the following. If the pressure is released suddenly and quickly to pressure 100 kilopascal. If the pressure is released واحدة واحدة يا ابني، واحدة واحدة اعمل الأولانية. تمام. معنى الأول إن equal 1 equal 1 والtemperature equal 25 plus 273. ماشي. وهو اتنقل من suddenly من pressure 1000 لبريشر 100
كده يبقى الريفرسابل يبقى في الكيس الاولانيه ده ورك الريفرسابل صح؟ اه طيب كام بقى؟ ان ار تي 1 بي فاينل على بي انش 1 3.314 التمبريتشر كام؟ 25 98 ادي الحاله الاولانيه. يلا اعمل لي الحاله الثانيه. If the pressure is released, pressure 500 اكمل بس ما لحقتش اقراها. ماشي تمام. If the pressure released 500 زين 1000 يبقى ده ورك مين؟ لا برضو نفس ال الريسيرفر يا ابني. هو كان 1000 صح؟ تمام كان 1000. بيقول لك انت بادئ ب 1000. بيقول لك لو البريشر راح فين؟ اتنقل ل 500 وبعد كده ال 100. ده اللي قصده بيها. تمام المساله دور كمين كده. يعني هو كان 1000 بقى 500 بقى 100. دور كده ريفرسبل ورك ايه؟ ريفرسبل. لا انت لو ما فوقتش ده ورك ايه ده؟ ريفرسبل ليه؟ تمام لانه اتنقل على كذا ستيج من 1500 ل 100. انت اسمك ايه بقى؟ ماجد صح؟ آه. طيب ماجد انت كده هتنقص في الكلاس ورك لان انت قاعد نايم. ده ورك ايه ده؟ مش ده معلش انا اسف ده توتال. انا اسف. طب ما تفوق ده توتال. معلش انا اسف فوق ده ليه ورك توتال؟ لانه مش انفنايت نمبر. هو اتنقل على كذا عدد محدود من الستبس. طب فوق هجيب ازاي الورك؟ ازاي هجيب الورك توتال؟ يبقى ورك ريفرسبل 1 بلس ورك ريفرسبل 2. هات لي كده ورك ريفرسبل 1. تمام ال ان ار تي في 1 ماينس بي فاينل على بي انش. البي فاينل اللي هي 500 على 1000. ورك ريفرسبل 2 ورك ريفرسبل 2 ونفس نفسها بس يبقى 100 على 500. طب الورك ازاي بقى اجيب الورك توتال؟ المجموع. طيب اللي بعدها بيقول لك if the pressure released gradually to 100. لو البريشر اتغيرت gradually ل 100 تمام يبقى دي بقى دي ريفرسبل وهنعتبر ان هي انفينايت نمبر. تمام يعني هو كان 1000 بقى 100 بس ده جراديولي يبقى ده ورك ايه؟ ريفرسبل. قانونه ايه؟ 2.3 ان ار تي الكبير على الصغير لوج الكبير على الصغير. جدع 100 على 1000 يبقى 2.3. الان بكام؟ 1 1 الار 8.314 تمبريتشر 298 في لوج 100 على 1000. تمام مين هيبقى اكبر واحد فيهم؟ المفروض الريفرسبل. اكبر من مين؟ اكبر من الورك الريفرسبل والورك توتال. مين الاول يعني؟ الورك توتال لين الورك الريفرسبل. تمام معلش سؤال. اتفضل. هو مش احنا كنا بنقول رول الورك ريفرسبل بتكون لوج الكبير على الصغير؟ اه احنا فوق عملنا 100 على 1000.
تمام جدع. اسمك ايه؟ محمد الشيخ. ماشي يا محمد جدع. ناس تانية نايمة ولا ايه؟ مش وانسين. انا مستني دور يا دكتور بس يعني انا مع حضرتك يعني مستني يجي دوري عشان اتكلم ما اتكلمش بدور غيري. ماشي. مين اللي مستني يجي دوره ده؟ انا احمد اللي بكلم حضرتك. احمد ايه؟ احمد ايمن. يلا يا احمد حل يجي دورك اهو. هو المينيمم وورك هو الريفرسبل. واحدة 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 واحدة. مين اللي قال ان المينيمم وورك هو الريفرسبل؟ لان احنا هنا في الاكسبانشن. فالاكسبانشن الماكسيمم فيه هو الريفرسبل لان هو انفاينايت ستيبس والريفرسبل هو المينيمم. طيب ده عشان اكسبانشن صح؟ طيب تعال نشوف هي المسألة اصلا اكسبانشن ولا كومبريشن. هي يبقى احمد اتفكر. احمد تفكر كويس جدا. قال لك طالما طلب ماكسيمم او مينيمم قال لك يبقى مفتاح حل مسالتي هي اكسبانشن ولا كومبريشن. خلاص بيقول لك كالكوليت ذا مينيمم ورك ذات ماست بي اكسبندد اون كومبريشن. هي اكسبندد دي معناها المتوقع. اون كومبريشن يبقى المسألة دي اكسبانشن ولا كومبريشن؟ لا دي طلعت كومبريشن. انا بصيت على الفوليوم. لا طب ما هو تعالى بقى نبص على الفوليوم. جدع الكلمه اللي انت قلتها دي. هو الفوليوم كان كام؟ 10 اس 4 وبقى 10 اس 3. يعني الفوليوم قل ولا زاد؟ لا قل. يبقى اكسبانشن ولا كومبريشن؟ لا كده كومبريشن. ده معناها بالزبط. ان الريفرسبل بقى هنبقى نبقى ريفرسبل مش ريفرسبل. تمام باشمهندسين. يبقى لما تلخبط في كلمه اكسبانشن ولا كومبريشن ابص على الحجم او الضغط. الضغط كان 10 تو باور 4 بقى 10 تو باور 3. ده معناها ان الفوليوم حصل له ايه؟ نرد قل. فكده المساله كومبريشن. يبقى طالما طلب مينيمم ورك تمام حددت ان المساله بتاعتي كومبريشن. طيب ارجع كده للقوانين بتاعك. في حاله الكومبريشن المينيمم ورك هو انهي ورك؟ الورك مين؟ ريفرسبل. ريفرسبل ايه القانون؟ ال 2.3 جدع ار تي لوج الكبير على الصغير. جدع يا احمد. شفت احمد قال ايه؟ قال لي لا قال لي نيجاتيف ولا قال لي حاجه بس جه في الاخر وحط لي الكبير على مين؟ على الصغير. جدع يا احمد. طيب يلا المينيمم ورك كده اللي هو الورك ريفرسبل. تعالى نعوض 2.3 الان بكام؟ 1 كيلو جرام من ال NH3. قلنا النمبر اوف مول عشان احسبه عندي كام طريقه؟ هنقسم 1 على 15. لا على 17. 15 تمام. يبقى دايما النمبر اوف مول بحسبه يا ماس على مولر ماس يا بي في على ار تي. هنا ماس على مولر ماس بس لازم يبقى 1000 لان انا بشتغل بالجرام. على المولر ماس 17. هي الطريقه الثانيه معلش يا دكتور يا بي في على ار تي. ايه بي في على ار تي؟ ممكن حضرتك تكتبها؟ بي في على ار تي نمبر اوف مول يا ماس على مولر ماس يا بي في على ار تي. خلاص. طيب التمبريتشر بكام؟ التمبريتشر ب50. يبقى 323. الفلوج الكبير كام؟ الكبير ب10 اس 4. على 10 تو باور 3. خلاص المساله خلصت. فين الار؟ تمام يبقى كده المساله خلصت. في مشكله في الكلام ده يا باشمهندسين؟ مساله الورك فيها يا دكتور. بس تمام مساله الورك بتتحل من كلمه. خلاص دكتور معلش انا عندي سؤال. اتفضلي. اتفضلي يا باشمهندسة. يعني انا هو انا عملت لها مش سامع الصوت خالص. انا عملتها
عملت ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ بتقولي طيب شانسين هنسكت لحد ما الصوت يرجع تاني. طيب المسألة اللي بعدها مين يحل؟ شوف انا دكتور ولا مين؟ انا اكمل ولا خلاص كده؟ لا خلاص شكرا يا احمد شكرا. طيب المسألة اللي بعدها عايز دكتور معلش وانا هوصل اتفضلي. هو انا بس كنت بسأل هو انا عملتها مينيمم على طول عشان كلمة كومبريشن ولا عشان هو قايل مينيمم؟ لا عشان هو عايز مينيمم، ما هو مش هينفع يطلب ماكسيمم. يعني حتى لو ما قالش مينيمم انا هعملها يعني، بس هو قايل كومبريشن هعملها مينيمم عادي. تمام. فين خالد كمال الدين؟ خالد كمال الدين. ايوه دكتور. يلا يا خالد. تمام. خالد كمال الدين معاك دكتور حضرتك. يلا خالد كمل. تمام هو هنا عايز ال يعني الماكسيمم اللي عندي الام ب 10 جرام. تمام تمام الماس بتاع ال H2 ب 10 جرام. از هيلد ان اسلندر باي بيستون ات 10 اتموسفير، يبقى انت عندك 10 اتموسفير. ال 10 تمام بيقول لك ذا بيستون از ريليزد تو 2 اتموسفير، كالكوليت ذا ماكسيمم ورك اند مينيمم ورك. طيب هو طلب ايه؟ طلب ايه يا مين؟ خالد. خالد طلب ايه يا خالد في المساله؟ ان ايه المطلوب؟ ان المطلوب الورك ريفيرسيبل. ايه المطلوب يا ابني؟ الماكسيمم اند مينيمم. هو طالب ماكسيمم ورك ومينيمم ورك، قلنا ايه مفتاح حل المساله؟ ان اشوف الكومبريشن ولا اكسبانشن. طيب هي كده المساله اكسبانشن ولا كومبريشن؟ هو مش هيقل حاجه، بس هي كده اكسبانشن عشان مفيش، عشان الماكسيمم والمينيمم مفيش ماكسيمم. لا مش عشان كده، ما انت ممكن تقول له مفيش مينيمم ورك او مفيش ماكسيمم ورك. حق البريشر عشان البريشر اقل يعني الحجم زاد. بالظبط جدع، البريشر اقل من 10 اتموسفير ل 2 اتموسفير. صح صح. يبقى يعني طالما الضغط اقل يعني الحجم زاد، يعني المساله اكسبانشن. تمام جدع خالد. باشمهندسين الباقيين معايا ولا انتوا نايمين؟ معاك يا دكتور. تمام طيب يبقى الماكسيمم ورك هو ايه؟ ال 2.3 ان ار تي لوج الكبير على الصغير. 2.3 ان ار تي لوج الكبير على الصغير اللي هو كام على كام؟ اللي هو ال 10 على 2. طيب يبقى 2.3 والان عندي لسه جايبها ال 10 على ال مدرماس لسه لان ما جبتش 10 على. تمام 10 على 2 الار بكام؟ الار ب 8.314. التمبريتشر؟ التمبريتشر عندي 298. طيب المينيمم ورك بقى هاتهولي. ان ار تي في 1 ماينس بي اف على بي ار. ال N بكام؟ ال N بنفس الحكاية 10 على 2 ماس على مولر ماس. ال R بكام؟ ال R 8.314 و temperature 98. ال B final ب 10 على 2. 10 على 2 ال B final ب 10؟ لا لا 2 إلى 2 معلش 2 على 10. 2 على 10. هي دايما خلي بالكوا في ال irreversible بتبقى صغير على كبير، إنما في ال reversible كبير على صغير. حد عنده مشكلة؟ حد عنده مشكلة؟ يبقى عرفته. يبقى احنا كده خدنا اول فكره، لو الضغط بيتغير جرادوالي يبقى ورك ريفرسبل، الضغط بيتغير صدن اللي يبقى ريفرسبل، انما بيتغير جرادوالي على عدد محدد من الخطوات يبقى ورك توتال. دي الفكره الاولانيه. فكره المسالتين اللي بعديهم كانت فكرتهم ايه؟ لو طلب مني في المساله الماكسيمم ورك او المينيمم ورك يبقى لازم احدد المساله اكسبانشن ولا كومبريشن. خلاص. تمام
انتوا فاهمين ولا لا يا باشمهندسين؟ تمام. فين مي بدوي؟ مي بدوي مي بدوي رأفت مش موجودة ولا ايه؟ مي بدوي مي حاتم مي حاتم اي دكتور مي بدوي فين بقى؟ لا ما اعرفش حضرتك. طيب مي بدوي تبقى تجيلي في اللاب وقت اللاب، ما ينفعش نشغل المحاضرة ونعمل حاجة تانية. خلاص مي بدوي رأفت بدوي اوكي تمام. يلا مي حاتم حل المسألة اللي بعدها. تمام. A cylinder contains 88 grams of CO2 gas at 10 atmosphere. If the valve is broken, calculate the work done during expansion. ياريت تقع على كل كلمة تحدد لكم المسألة دي هي work reversible ولا work irreversible. يلا يا مي. Okay. If the valve is broken, calculate the work done during expansion of the gas at 27 degrees Celsius. ومعنا المولر ماسز. طيب ماشي. اول حاجه معايا الماس 88 جرام. تمام. الماس بتاع سي او 2 88 جرام ومعايا البريشر دي الانيشال بريشر هتبقى 10 اتموسفير. تمام. وقال اذا اف ذا فالف از بروكن معناها ان حصل سادن تشينج في البريشر يعني طيب يبقى مجرد ما قال كلمه بروكن خلاص هي كده حلت المساله. يبقى انا دايما المساله لازم احدد هي ورك ريفرسبل ولا اير ورك ريفرسبل. بروكن يبقى ايه يا مي؟ هيبقى اير ريفرسبل. ايه القانون؟ يعني البريشر طبعا هتبقى الفاينل بريشر 1 اتموسفير. ان ار زي الفل. مجرد ما لقيت كلمه بروكن فقالت ان هو ده هيبقى ورك ريفرسبل وقالت لك يبقى ده 1 اتموسفير. تمام. يبقى الورك ريفرسبل ايكوال الان بكام؟ هحسب الان هتبقى 88 على ماس على المولر ماس على الماس 44. على الماس الـ R 8.314. التمبريتشر التمبريتشر هتبقى 27 plus 273. تمام. الـ B final هتبقى 1 minus الـ B initial الـ B أيوة على 10. زي الفل. خلطت المسألة. في حد عنده أي مشكلة بشوانسين في الحل ده؟ حد عنده مشكلة بشوانسين؟ أظن إن الموضوع سهل جدا وبسيط جدا. طيب المسألة اللي بعدها. يا ريت تبقوا يا باشمهندسين تبلغوا مي بدوي باللي أنا قلته. فين مازن علي؟ دكتور هو النت وحش بالمايك بيعلق. مين اللي قال كده مي؟ انا هو النت عندي انا وحش هو من الصبح وحش يعني في لاج اصلا عندي. يعني انت مش فاهمه ايه؟ لا هو النت بس هو يعني بيعلق والمايك. طب حلي معايا المساله دي مي. يلا حاضر. A pipe with volume 4 liters containing compressed gas at pressure 12 atm. If there is a hole in this gas pipe causing leakage of gas, the work done by the gas during its leakage. هي ده work ايه مي؟ من كلمة كده work ايه؟ من leakage يبقى irreversible. تمام. لقينا كلمة ليكج. لقينا كلمة ليكج يبقى ده ورك مين؟ الريفرسبل. طيب ورك الريفرسبل ايه قانونها؟
NRT في 1 minus P final على P initial. بعدين هقول ان البريشر في الفوليوم ب ان ار تي. طيب اولا انت نسيتي حاجه. ايه هي؟ قلت اول ما اقول كلمه ليكج يبقى البي فاينل بكام؟ وان. وان ليه؟ ليه؟ عشان الاير كرو خرج، عشان الغاز خرج في الاير. تمام. طيب نقرا، يبقى اول حاجه نحدد المساله ورك ريفرسبل او لا ورك ريفرسبل، ونرجع نقرا المساله. بيقول لي ابايب ويز فوليوم 4 لتر، يبقى الفوليوم 4 لتر كونتيننج كومبريسد جاز ات بريشر 12 اتموسفير، يعني البريشر 12 اتموسفير. If there is a hole in the pipe, calculate the كذا. التمبريتشر هنا ناقصة، أنا حطها لكم هي ب 25 degrees Celsius. يلا كملي. هي مش شرط عامة، أنا مش محتاج التمبريتشر هنا في حاجة. هو عايز يلا. تعالي بقى نعوض في القانون يا مي. النمبر اوف مول هتجيبيه ازاي؟ قلت أول ما يجي في دماغك النمبر اوف مول، بيجي في دماغك كام تفكير؟ number of moles يا اما ثانيه مولر ماس على مش فاكره ماس على مولر ماس او بي في ايكوال ان ار تي. تمام، يبقى النمبر اوف مول هجيبه من بي في على ار تي. البريشر بكام؟ البريشر ب 12. يعني انا هجيب من بي في على ار تي، وهنا ار تي في 1 ماينس البي فاينل على بي انيشال. البريشر بكام؟ 12. طيب الفوليوم بكام؟ 4. الار بكام؟ الار ب 0.082. تمام، ليه؟ علشان البريشر بالاتموسفير وال تمام. التمبريتشر بكام؟ 25+273. طب ليه ما شطبتيش الار دي مع الار تي؟ الار تي دي يا مي، ايه ار تي؟ ليه ما شطبتيش الار تي دي مع الار تي دي؟ طب كملي كده يا مي. الار بكام؟ الار هنا بكام؟ ما احنا خلاص انت عوضت بي في على ار تي. الار هنا ب 8.314. اه، عرفتي ليه بقى ما شطبتش الار تي دي مع الار تي دي؟ ان انا اشطب الار تي دي مع الار تي دي غلط. ليه؟ لان الار دي غير الار دي. اوكي، وصلت. ممكن تشطبي التي مع التي. خلاص. طيب فهمتين؟ 98 في 1 ماينس البي فاينل ب 1 البي انيشال بكام؟ 12. يبقى باشمهندسين، يبقى النمبر اوف مول اول ما يعوز احسبه اشوف المساله. لو انا عندي ماس يبقى ماس على مولر ماس، لو انا عندي فوليوم يبقى بي في على ار تي. خلي بالك في ناس بتروح شاطبه الار تي دي مع الار تي دي، هي كده كده التمبريتشر مع التمبريتشر، انا كده كده ما كنتش محتاجه في حاجه. خلاص؟ بس في ناس بتيجي تشطب الار تي دي مع الار تي دي، ده غلط. ليه؟ لان الار هنا غير الار هنا. حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكلة؟ لا تمام. تمام. دكتور احنا لسه عندنا يعني كمان دقيقتين فيزيكس. انتوا عندكم كمان دقيقتين فيزيكس؟ هو الفيزيكس بدا اصلا. طيب خلاص احنا هنخلص ونبقى نكمل المسائل دي التوتوريال الجاي ان شاء الله. تمام. بس تكونوا مذاكرين. كده ماشي. مش شكرا. دكتور حضرتك تنزل البي دي اف ده؟ قصدي بالاسئله يعني. ايه الاسئله؟ يعني ذاكروا بس، يعني انتوا ذاكروا دلوقتي، انتوا لازم تتعلموا تكتبوا ورايا، فانا مش هنزل حاجه، انا عايز الناس كلها تتعلم تكتب ورايا. تمام، انا كتبت، انا قصدي على الاسئله نفسها.
الأسئلة نفسها هنزل لكم المسائل نفسها عشان هيبقى صعب اكتب السؤال يعني. لا لا هنزل لكم المسائل نفسها. طيب شكرا. السلام عليكم. دكتور دكتور لو سمحت اتفضل. انا مين هتكلم انا معلش؟ اتفضل. هو حضرتك هو انا بس عندي مشكله الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي مش هقدر احضر اللاب او اي حاجه في الجامعه عشان المفروض ان انا يعني فتره عزل دلوقتي. فبالنسبه للاتندنس والشرح اللي حضرتك بتشرحه في الجامعه واللاب في لوباتير. طيب الف سلامه الاول ولما ترجع نبقى نشوف. بالنسبه للاتندنس طبعا يعني هقول لك تعالى اكيد لا يعني. بعد كده لما تيجي نبقى هنشوف اللي فاتك ده ونشوف هنعمل فيه ايه. تمام شكرا حضرتك دكتور. انا عندي نفس المشكله يا دكتور. مين؟ يوسف محمد. ماشي يا يوسف الف سلامه. وانا كمان يا دكتور بعت لحضرتك. مين؟ مصطفى الزهار. مصطفى ده حد قال لي عليه امبارح انما في لوباتير ويوسف ما حدش قال لي. انا بعت لحضرتك. طيب ماشي يا باشمهندس. وانا دكتور انا بعت للجامعه ويعني ادوني موافقه اجازه. مش انتوا الكلام ده عاملينه بدوكمنت؟ وانا بعت الدوكمنت لدكتور عمرو بس ما حدش رد عليا. طيب ابعتوا الدوكمنت دي لدكتور عمرو وانا هبص مع دكتور عمرو. تمام يا دكتور. ماشي يا باشمهندس. دكتور هو ممكن حضرتك بس انا كنت جيت لحضرتك امبارح قلت لك تعمل لي اد على التيمز عشان اعمل داونلود للليكتشر. طيب انا هعملها لك حالا ثانيه واحده. طيب انا مجرد ما اقفل هتلاقيني ضفتك على التيم. قول لي كده ثانيه واحده بس قول لي كده الاي دي بتاعك. 19B 51 تمام 70 هضيفك حالا 5170. ايوه انت دكتور. اسمك ايه؟ محمد احمد. 5170 ماشي. شكرا يا دكتور. شكرا اتفضل. اتكلم انا ولا اي حد؟ 19B 5170 ماشي اتفضل. طيب يا دكتور المفروض ان انا سينيور ومسجل مواد مع فريشمان الترم ده اخر ترم ليه فمنهم الكيمياء. ماشي. الكيمياء انا ما خدتهاش قبل كده في عين شمس. تمام. ودي هتبقى اول مره اخدها في عين شمس فانا كنت محتاج بس اعرف نظامها وضفت الجروب ده لان انا الجروب اللي انا ضفت فيه مش مناسب للجدول بتاعي. انا ما حضرتش قبل كده في السمستر ده بسبب الكورونا. انا كان معايا كيس لحد اخر الاسبوع اللي فات اللي هو حد يعني يوم الجمعه اللي فات. بس فمفروض ان انا بقى هبدا بقى انتظم من دلوقتي. ف طيب تيجي بقى تحضر اللاب من اول المره الجايه ان شاء الله. اللي هي امتى؟ السبت الجاي. طيب انا المفروض كنت جيت يعني كنت لو كنت قلت لي كنت جيت حضرت النهارده عشان الحاجات اللي فاتتك. انا ما كنتش عارف اوصل اصلا لجداول الماده ولا الجروبات بتاعتها ولا لاي حاجه خالص. يعني انا لسه واصل عن طريق باشمهندس اسمه ثانية واحدة محمد اسامه. محمد اسامه. طيب ماشي انت دلوقتي ايه المشكله؟ محتاج اعرف بقى نظام الماده هاخد ايه مش هاخد ايه او يعني هي نظام الماده هيبقى في لاب كل حاجه. يعني انت يوم اللابات بتبقى يوم السبت. وهيبقى عندك فيها سيكشن في الكليه واحنا بناخد المحاضره النهارده وبناخد بناخد المحاضره النهارده وبناخد السيكشن في الكليه في يوم التلات. لا انا بالنسبة للجدول اللي معايا انا عندي اللاب يوم السبت وعندي المحاضرة النهاردة هي والسيكشن وعندي في سيكشن ثاني يوم الاثنين مع جروب سبعة. لا انت كده مع دكتور احمد مش معايا انت كده. انا جروب خمسة النهاردة. جروب خمسة يعني النهاردة انت مقسم نفسك كده جروب خمسة في حتة وجروب سبعة. ده ما ينفعش لان انا مثلا تعارض بس في ما هو الفكره ان انا النهارده اشتغلت الورك ماشي. دكتور احمد شرح النهارده الريال جاز. انا المره الجايه هشرح الريال جاز هو المره الجايه هيشرح الورك.
طيب هو السكشن في الكلية الساعة كام يوم السبت؟ الساعة 10. الساعة 10 ده فيها تعارض، فيها تعارض مع مادة. حاول تثبت نفسك في سكشن واحد. هي الفكرة ان ده فيها تعارض، يعني انا ما عندي في نفس الوقت ده ديزاين. دي بقى زبطها مع الادفايزر عندك. دكتور احنا نطلع عادي ولا؟ اتفضل دكتور حضرتك. الانتنس